بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق وإمام النبيين. من حسن الطالع أن يستهل العام الهجري ونحن نستقبل عاما جديدا ونودع عاما مضى. نتوجه إلى المولى عز وجل أن يكون عام خير ويمن وبركات، ولعل صالون اليوم يتميز بأنه يحمل كلمة الإعلام بين الكلمة والرسالة. وأهم ما يميز الهجرة الرسالة، ورسالة الهجرة فيها كل المعاني الطيبة، فيها الإيثار، فيها التضحية، فيها إنكار الذات، فيها معاني ارتقت بهذه الأمة. ولكل أمة ما يميزها، وما يميز هذه الأمة الثقافة والحضارة. وأهم ما يميز الثقافة والحضارة أدوات هذه الثقافة والحضارة، ولعل الإعلام هو بكل ما فيه من كلمة مكتوبة أو كلمة مسموعة أو كلمة مرئية هي تحمل معيار الثقافة لهذه الأمة. من هنا كانت الرسالة، كانت الرسالة حينما بدأت دعوة سيدنا رسول الله في بداية الهجرة. ولكن الرسالة أهم ما يميزها قضية النوايا، ولذلك نجد أن حديث الهجرة كان حاسما
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجره. ولذلك قبل أن نتكلم عن الإعلام ينبغي أن نتكلم عن آداب الإعلام وآداب المهنة، ولكل مهنة لها آداب، ولكل مهنة لها معطيات ولها ميزات ولها أيضا أشياء تحفوها بمخاطر. إذا كانت الميديا أو الإعلام هو الذي يشكل وجدان الأمة، هو الثقافة الحقيقية التي تطرح على الأمم فتشكل ملامح شخصيتها، فنحن اليوم أمام نماذج بشرية ونماذج إنسانية يعني أقل ما يقال أنها تحمل معاني من الفكر ومساحات كبيرة من هموم هذه الأمة. ضيف الشرف في هذه الليلة هو أستاذنا، وأنا لما أقول أستاذنا أعني أنه رجل صاحب رسالة وصاحب كلمة، الاثنين الإعلام بين الكلمة والرسالة، فهو رجل صاحب رسالة، كان وزيرا للإعلام ردحا من الزمان، والآن يمثل الأمة في البرلمان للثقافة وأيضا للإعلام. أنها قضية مسؤولية، حينما نتكلم عن أي أمم نجد أن كل أمة ما يميزها، فإذا تكلمنا عن ألمانيا قلنا أن الصناعات الثقيلة هي ما تميز ألمانيا، إذا تكلمنا عن اليابان قلنا أن الإلكترونيات والثورة الإلكترونية هي التي تميز اليابان، إذا تكلمنا عن مصر تجد الثقافة والحضارة. هذا عن الرسالة، فالرسالة تحمل مضمون وتحمل مساحات من المعاني. إذا كانت الرسالة تحمل مضمون وتحمل مساحات من المعاني فالكلمة هي أداة المعنى، هي أداة العبارة، ومفردات اللغة هي أخطر ما يميز الخبيث من الطيب. والكلمة قلنا مرارا أنها كائن حي، شأنها شأن كل الكائنات الحية، والدليل من القرآن: وكلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة اكتثت من فوق الأرض. طالما أن الكلمة كائن حي فهي تولد وتعيش وتحيا وتموت وتبعث يوم القيامة، وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ الكلمة مسؤولية، الكلمة عيسى، الكلمة هي نفخ من روح الله، وكان جل في علاه أمره بين الكاف والنون: كن فيكون. فكلمة، فإرادة الله كلمة، ومشيئة الله كلمة، وقدر الله كلمة. هذه قيمة الكلمة. من منا يعرف آداب الكلمة وآداب المهنة؟ وإذا كان الأمر كذلك وهي كائن حي فلها رحم، فالكلمة لها رحم يتكون فيها هذا الجنين الذي يثري العالم كله، إما بكلمة طيبة وإما بكلمة خبيثة ينعكس أثرها على المجتمع. وطالما أن هذا الجنين له رحم فما رحم الكلمة؟ أتدرون ما رحم الكلمة؟ إما رحم الكلمة أن يكون العقل فتأتي الكلمة متفقة مع المنطق ومتفقة بمقدمات ونتائج، وإما رحم الكلمة يكون القلب فتأتي الكلمة مفعمة بالمشاعر ومفعمة بالأحاسيس، وإما رحم الكلمة يكون الروح فتأتي الكلمة قريبة العهد من الله، لأن الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا، فهذا شأن الروح، شأنها وخالقها وبارئها ومقدرها. من هنا تأتي الكلمة وتأتي مسؤولية الكلمة، أن الكلمة يسأل عليها الإنسان، يسأل الإنسان على كل كلمة تلفظ به. وكم من كلمات رفعت وشأن أمم، وكم من كلمات أيضا اندحرت بأمم.
لكل مهنة أداب، أداب المحاماة وأداب القانون. وأنا بجاوري أستاذ القانون العالم الجليل أستاذنا الدكتور مفيد شهاب أن نعلم أولادنا قبل أن نعلمهم نصوص القوانين نغرس بداخلهم حب العدالة، فتأتي القوانين معبرة عن العدالة، والعدالة لابد أن تكون ناجزة. فإذا ذهبنا إلى الطب فنجد أن أيضا آداب المهنة الإنسانية، إذا ذهبنا إلى الإعلام فآداب المهنة الكلمة بمفرداتها بأحرفها. أنا لا أريد أن أطيل ولا أريد أن أأخذ مساحة من الضيف، ولعل الضيف ثراؤه في هذه المعاني، ولعلي أجلس بين صحفيين كبار وبين أساتذتي دكتور محمد أبو هاشم، أستاذنا صبري غنيم. يعني الحقيقة كل واحد من الجالسين أمامي كاليبر كبير يستطيع أن يتكلم أفضل مني وأن يعبر أحسن مني وأن يتناول الموضوع وأن يثري الموضوع بما لا أستطيع أن أقدم هذا الثراء. لذا أعرج مباشرة على أستاذ وصاحب مدرسة في الإعلام الأستاذ أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق وأيضا رئيس لجنة الإعلام والثقافة في مجلس الشعب. شكرا دكتور حسن. الحقيقة أنا سعيد جدا أنه أنا في وسط هذه الكوكبة المحترمة اللي حاضرة النهاردة في استضافتك. والحقيقة موضوع النهاردة كمان موضوع مهم أوي، موضوع الكلمة، موضوع الإعلام، وهو يعني أعتقد أنه هو موضوع الساعة اللي بيشغل الناس كلها، لأنه الحقيقة في السنوات الأخيرة حصل أنه الإعلام أصبح ليه قيمة كبيرة جدا. أنا كنت مرتب نفسي أنه أنا هتكلم في الآخر، بس أنا هقول في الأول بعض النقط كده اللي ليه الإعلام فيها أصبح محتل هذه المكان. زمان لما كنا بنعرف علوم أو نقول على حاجة اسمها قوة الدولة الشاملة، فكنا بنقول أن القوة دي قوة عسكرية زائد قوة اقتصادية زائد قوة اجتماعية زائد قوة سياسية. والقوة الاجتماعية دي كان جزء منها كده تقريبا تمنها بالمعنى المفهوم، يعني هي القدرة الإعلامية للدولة. إنما في 20 سنة الأخيرة المعادلات دي تغيرت، المعادلات دي أصبحت إنه الإعلام أصبح قوة قائمة بذاتها. الدولة لو بتمتلك قمر صناعي في أغراض الإعلام هي زادت قدرتها أو قوتها الشاملة في التأثير، لأنه الإعلام يساوي تأثير. التأثير ده ممكن يكون إيجابي وممكن يكون سلبي، فالإعلام اللي ما بيأثرش ده مش موجود، ما حصلش يعني. إنما وارد جدا انه حضرتك يبقى الاعلام بتاعك مؤثر سلبا، وارد جدا انه الاعلام بتاعك يكون مؤثر ايجابا. المتغيرات اللي حصلت انه ما بقاش اعلام حضرتك لوحده اللي بيأثر فيك، لا ده بقى الاعلام تطور. كان عندنا الاعلام التقليدي العادي بتاع زمان ده، انه لو تذكروا قبل 20-22 سنة كان عندنا القناة الاولى والقناة التانية، دي كانت يعني ما بتوصلش لآخر الحدود بتاعتنا وكانت بتشتغل 6-7 ساعات. مع الوقت كان عندنا كمان 3-4 جرائد رئيسية، وكان شو يعني جرائد المعارضة كانت طالعة جديد وكانت بتمثل يعني طفرة، وأنا عملت في أحدها في بدايتها. الحقيقة أنه الأمر ده تغير من بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أصبح في قطب واحد في العالم، انطلقت الأقمار الصناعية إلى السماء، وأصبح البث اللي موجود عبر الأقمار الصناعية مخترق لأول جزء خاص بسيادة الدول، وهو الحدود الجغرافية ليها. فاتمسحت حاجة اسمها الحدود الجغرافية من الإعلام الدولي أو في الإعلام الحديث، يعني بيبقى عندك قمر صناعي بيبث ليه مساحة تعادل تلت الكرة الأرضية، وبالتالي ما عادش فيه الحدود الجغرافية الموجودة أو الحدود السياسية للدول. ففي مفاهيم جديدة نشأت في ظل الإعلام الحديث إلى أن ظهر الإنترنت، وبالتالي أصبح كمان عندنا موجات أخرى من الإعلام، وأصبحت كل ما تتطور وسائل الاتصالات كل ما يبقى فيه تطور في وسائل الإعلام الجديدة اللي هو الإعلام غير التقليدي أو فوق التقليدي. الإعلام غير التقليدي بيتميز بمجموعة أمور رئيسية، وهي أنه يصعب السيطرة عليه بواسطة الحكومات مهما كان، لأنه كل ما تتطور وسيلة الاتصالات كل ما بتطور
وسائل جديدة بتوصل المادة لأكتر منها. دلوقتي يمكن تستطيع أنك تغلق مواقع مثلا على سبيل المثال، إنما مع الوقت في تجارب دلوقتي وفي محاولات لإطلاق أقمار صناعية. هذه الأقمار الصناعية زي تبقى زي شبكة الواي فاي كده، اللي هي تخلي أنه لو أنت في الصحراء قادر أنك أنت تتواصل مع العالم عبر شبكة الإنترنت، وبالتالي هتقل قدرة الحكومات على السيطرة على الإعلام أكتر وأكتر. الحقيقة زي ما عندي إعلام إيجابي ممكن يؤثر إيجابا في المجتمع بتاعي، زي ما عندي إعلام سلبي ممكن يؤثر سلبا في المجتمع بتاعي، إنما الإعلام السلبي هو اللي أنا محتاج إن أنا أتعامل معاه. أنا محتاج إن يبقى عندي مقاومة طبيعية لهذا الإعلام. إيه المقاومة الطبيعية بتاعتي؟ إنه لازم الناس تكون متعلمة كويس، متعلمة كويس إنه قادر يفرز بين الغث والسمين، قادر يعرف إيه الصح وإيه الغلط، قادر يميز اللي قدامه ده اللي بيتقاله ده إشاعة ولا حقيقة. الحقيقة الموضوع ده صعب جدا، لأنه أنت محتاج أنه الدولة كلها زي ما قلنا قوة الدولة الشاملة في الأول، أنه قوة الدولة الشاملة لازم تكون بتشتغل في هذا الإطار. حد بيسألني قبل ما نبتدي وإحنا قاعدين بنتكلم، قلنا أن الأساس هو العملية التعليمية، لأنه التعليم في مصر أصبح جزر منعزلة، ومفيش يعني نستطيع نقول باختصار أن التعليم عندنا يعني مش هو المستوى المطلوب في الظروف اللي احنا فيها دي، اللي نستطيع به ان احنا نخرج منتج بشري جيد قادر على الفرز والتجنيب ويقدر يميز بين الصح والخطأ في هذه الامور. التعليم اصبح على يعني على قدرة القادر منهم انه بيعلم ولاده احسن، اللي مش قادر بيدخلهم التعليم الحكومي اللي هو اصبح فيه مشكلة، لانه ده كان التعليم الاساسي. والحقيقة انا عشان احافظ على المجتمع بتاعي لازم اكون موحد منظومة القيم بتاعتي اللي هي بتخرج اساسا من التعليم، من المدرسة، لانه البيوت بتختلف، البيت ده غني والبيت ده فقير، البيت ده فيه قيم والبيت ده مفهوش، البيت ده إنما الناس بتختلط مع بعض في المدرسة، وبالتالي بتقدر انك انت يعني تضغط او تقول او تبث مجموعة القيم الاساسية اللي بينمو عليها المجتمع، اللي على اساسها بيتأسس الامن القومي للمجتمع كله اللي موجود. اللي حاصل في الفترة الاخيرة انه مع تعدد منابر الاعلام لازم نعترف، لانه في ناس ما بتعترفش باللي احنا بنقوله ده، لازم نعترف ونقول انه الناس بطلت تقرأ جرايد. مش عشان الجرايد وحشة بس، لا، لانه طبيعة الحال اتغير. الاخطر من الناس بطلت تتفرج على التلفزيون برضو، لانه طبيعة الحال تغيرت. الاجيال العمرية اللي اقل من 35 سنة لا بتبص على ده ولا على ده، ومع تطور وسائل الاعلام اصبح فيه انك تقدر تتابع مسلسل مثلا على اليوتيوب، تقدر تتابع اللي انت عايزه على اليوتيوب، على التلفزيون، على شاشة التلفزيون العادية. فبعد ما كنا كلنا بنتفرج على مسلسل الساعة 7:15 زمان، دلوقتي كل واحد بيتفرج على الشاشة بتاعته على الحاجة اللي هو عايزها في الوقت اللي هو عاوزه. فما بناش على قلب رجل واحد. حتى الأفكار والمبادئ والقيم اللي هي بتجيلك من منابر مختلفة دي أصبحت أنا بعتقد أنها بتساعد في تمزيق الأمة أكتر وأكتر. أنا مش بعرض مشكلة، إنما بقول إنه دي مهمة الإعلام بتاع الدولة بشكل عام، الإعلام العام للدولة، الإعلام الدولة مش الإعلام اللي هو الخاص بالدولة اللي هو ملكها، إنما الإعلام اللي هو زي الإعلام الخاص اللي احنا عارفينه وليه قنوات شرعية بتبث منها، وبالتالي ده كله دي وظيفته إنه يقاوم مثل هذا المد اللي موجود، لأنه احنا كمان شوية هنلاقي في موجات تانية بتطلع، وهنلاقي في ظواهر تانية بتطلع ربما لا نستطيع إن احنا نتعامل معها بشكل أو بآخر. انا هقف عند الحتة دي، ده مجرد بس فتح باب للنقاش، انما هحتفظ بحقي ان انا اتكلم في النهاية، وهسيب تاني الميكروفون للدكتور حسن، وبشكره مرة تانية على تجميع هذه الكوكبة العظيمة واللي هو بيعمله في هذا الصالون. الحقيقة انا شايف انه ظاهرة ايجابية جدا انه كوكبة محترمة زي حضراتكم تتجمع عشان تتكلم وتناقش في موضوع مهم جدا زي اللي احنا بنتكلم فيه، فبشكره مرة تانية. يقولون إذا زادت المعرفة قلت العبارة، وبرغم أن العبارة مختصرة للأستاذ أسامة هيكل لكنها تحمل معاني كبيرة ومعرفة راقية، لكن كما قال نحتفظ بحق الصالون في أن يسرد
يعني ويخرج ما عنده. ولعل دائما التعليقات بتفتح الشهية ويعني بيحدث نوع من العصف الذهني وتتولد الأفكار. بس خلينا بقى زي تقاليد الصالون كده نعرج على الموسيقى ونسمع ألحان جميلة تشن في الأذان. للإعلان على قناة المحور الفضائية. للكلمة فرسان، وزي ما للكلمة المسموعة والكلمة المرئية فرسان، للكلمة المكتوبة فرسان أيضا. معنا فرسان كتير قوي النهاردة للكلمة، والصالون ساري جدا الحقيقة. بس فرق بين الكلمة المكتوبة والكلمة المسموعة والكلمة المرئية، الكلمة المكتوبة الحقيقة تظل مهما ثرت الكلمة المسموعة والكلمة المرئية بقوة انتشارها أو بحجم انتشارها وبقوة تأثيرها، لأن الكلمة المسموعة والكلمة المرئية تتكلم في مساحات المعاني، أما الكلمة المكتوبة تتكلم في المعاني. لكن تظل الكلمة المكتوبة برضو كلمة موثقة، كلمة مركزة تحمل ذاكرة للأمة، تحمل ذاكرة للتاريخ. ومن فرسان الكلمة المكتوبة وصحفي لامع وصحفي شهير خالد صلاح. نسمعك يا خالد صلاح في تعليقك على الجزء الأولاني من الصالون. احنا قلنا الإعلام كلمة ورسالة، خلينا نسمع رأيك في الكلمة، وممكن إذا رحت الرسالة برضه أكون بتشكر. بشكرك يا دكتور حسن، وبعتذر لك أمام الناس أني فوتت الصالونات اللي قبل كده، لأني يعني ما كنتش عارف هذه البهجة وهذا الجمع الجميل الحقيقة، والخلط ما بين الفكر والموسيقى، لأن دي حاجة طبعا عظيمة جدا. كونفوشيوس بيقول أن الموسيقى هي اللي بتعمل الأخلاق والأداب والفنون وترقية الإنسان. شكرا جزيلا. بشكر طبعا أسامة بيهيك الوزير الإعلام الأسبق وأستاذنا على المقدمة المهمة اللي هو قالها. بس أنا حقيقة هقول بقى كلامي بإيه باختصار وأسأل سؤال في الآخر. احنا في اصعب واشق وضع فيما يتعلق بصناعه الصحافه وصناعه الاعلام في تاريخ هذه الامه، لعدد من الاسباب. اولها يعني اسباب لها علاقه بهذا الغازي الجديد اللي هو في السوشيال ميديا، اللي قدرت انها تغير مفاهيم الكلمه، فاصبح الفكر درجه ثالثه ودرجه رابعه. لم يعد الفكر او لم تعد الرساله هي الاساس في المحتوى الذي نراه على شبكات التواصل الاجتماعي، لسبب ان السخريه والنكته والتفاهه بقت هي في مقدمه الاستهلاك البشري للرساله الاعلاميه. فهي اسمها سوشيال ميديا، اتس ميديا برضو، اتس ميديا. واسامه بيه قال انه الحاجه الوحيده اللي ما تسيطرش عليها لا من ناحية قانونية ولا من ناحية الإدارية ولا من ناحية الملكية هي شبكات التواصل الاجتماعي. فأنت مثلا لما تيجي تطرح على شبكات التواصل الاجتماعي مثلا إيه، أي واحد مثلا بيقول فكرة، تعالى يا عم نفكر في فكرة جديدة في المشروعات الصغيرة، هتلاقي بقى يا شتائم من كل حدب وصوب، هتلاقي سخرية من كل حدب وصوب، هتلاقي السخرية هي اللي بتمشي. فاحنا امام غزو جديد يشبه غزو التتار كده للأمة الإسلامية، ان انهيار القيم وانهيار المعايير. للأسف الشديد خطورة شبكات التواصل الاجتماعي وهذه الرسالة المريضة التترية إلا على شبكات التواصل الاجتماعي، انها لم تبقى في حيز الشبكات. لا، دي اخطر حتة، ان هذه العدوى البكتيرية الفيروسية انتقلت الى صناع الميديا، فصار المذيع في التلفزيون
او كاتب المقال في الصحيفة يكتب ما يكتب او يقول ما يقول منتظرا ما الذي سيكون هذا صدى ما قاله او ما كتبه على شبكات التواصل الاجتماعي. ولاننا للأسف الشديد هذا الجيل مش متعلم كفاية ومش متحقق كفاية ومش آمن كفاية، فبدأ يتسول نفس المعايير اللي على السوشيال ميديا علشان يكون له أنصار أو يكون له مريدين على شبكات التواصل الاجتماعي. فاللي بيقول كلمة في التلفزيون أو اللي بيكتب مقال بيحسب قوته بعدد اللايكات أو عدد أو مستوى الجدل اللي حصل. ويؤسفنا أن الجدل لا يتحقق بالفكر ولكن يتحقق بالسخف، يتحقق بقلة الأدب، يعني لا يمكن أبدا أنك أنت هتلاقي مستوى شير على شبكات تواصل من برنامج يطرح قضية فكرية، يطرح قضية دينية جادة. لو ما كانش واحد شيخ بيشتم واحد مسيحي ما يتشيرش، لكن لو واحد شيخ بيتكلم عن عظمة التسامح في الإسلام عادي مش هيتشير. فهنا كمان للأسف خضوع صناع الميديا وصناع الكلمة في وسائل التواصل، في وسائل النشر والتلفزة التقليدية لهذه المعايير على السوشيال ميديا حطت من شأننا. هذا الانحطاط اللي أصاب هذه المهنة عموما إلا من رحم ربي يتجاور مع أزمة عموما بيواجهها الإعلام في العالم من تراجع دخل الإعلانات التلفزيونية والصحفية لصالح شبكات التواصل الاجتماعي. وانا بشكر هنا الحقيقة اسامة هيكل لانه بقيادته للجنة الثقافة والاعلام قدر يضع في قانون الصحافة الجديد، هما ثلاث قوانين الحقيقة، قدر يضع مواد تنص على ضرورة فرض ضرائب على اعلانات شبكات التواصل الاجتماعي، ودي حماية للصحافة وحماية للتلفزيون ايضا لانهم كانوا بياخدوا في المستوى الديجيتال ما لا يقل عن 70 او 75% من الحصيلة الإعلانية. فأنت عندك بقى انحطاط أخلاقي، غياب للرسالة الإعلامية، تأثر بقيم ومعايير السوشيال ميديا وبالمستوى المتدني ليها في الرسالة، تراجع على المستوى الاقتصادي، ثورة أتت على الأخضر واليابس فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية فأثرت على دخل الإعلانات، شبكات التواصل الاجتماعي بتنافسك في الاعلانات. الدولة المصرية على فكرة يا جماعة، لان في ناس كتيرة، خليني اقول والله رأيي بصراحة واحنا على الهوى او هيتزاع الكلام، لانه ناس كتيرة جدا بتتكلم عما يدور من اعادة تشكيل الملكية في الساحة الاعلامية بخوف وبفزع وبتصورات امنية ساذجة. انا بعتقد انه الدولة المصرية الان تريد أن تحول الإعلام من فلسفة عض الرجل كلبا وبس إلى استقامة الرسالة الإعلامية مرة أخرى. قد يحدث أخطاء، قد يحدث إنه بعض الناس تتكعبل في السكة، لكن بعتقد إنه بيترسم مسار صحيح هنرجع نصف فيه بالحرية التي ننشدها وبالطريقة اللي بننشدها. فمش عايز الناس تخاف. في ناس كتيرة بيسيطر عليها فزع وبيسيطر ويقول لك المحطات وناس بتمشي وحاجات كده، بس انا اعتقد انه المنطق او ما اراه انه يحفر نهر جديد لتجري فيه مياه مختلفة لصالح هذا البلد ولصالح القوة الناعمة ما تبقى لنا، ما ليس لدينا اي ثروات الا هذه الحضارة اللي اشار اليها الدكتور حسن راتب. فمش عايز الناس تخاف. اللي بقوله بقى لأسامة بيه، الى اي مدى والدولة بتقوم بهذه الادوار ومؤسسات كبيرة بتقوم بهذه الادوار، ليه حتى الان ما عندناش فكر مبدع يستطيع ان يعيد ايضا شبكات التواصل الاجتماعي الى مسارها الصحيح؟ غايبين احنا عن الانتاج ده. عندنا دلوقتي نتفليكس وعندنا او اس ان وعندنا البورتلز الكبيره اللي بتشتغل ديجيتال وعندنا شاهد بتاع بعض المحطات المنافسه، عندنا حاجات كتير. ليه لسه ما توجهناش لهذا النوع من الاستثمار في الديجيتال؟ بشكرك دكتور حسن على اتاحه الفرصه للكلام. شكرا. هو الحقيقة طرح قضية مهمة وحنحطها قدام طاولة دلوقتي للأستاذ أسامة هيكل، قضية السوشيال ميديا، العالم الافتراضي اللي بيعيشوا فيه أولادنا.
احنا بقينا بنتخض دلوقتي ان اولادنا بيقعدوا على الكمبيوتر وبيقعدوا على النت بالساعات. ده مش ولادنا الكبار ولا الناضجين، ده ولادنا الصغار اللي في كي جي 1 وكي جي 2، وبدأت حاجة تخض انك تشيلها من النت. دي مسألة بقت مسألة معقدة وخناقات وبتاع بين اولياء الامور، لان طبعا القضية تضر البصر وتضر ايضا المخ، وكل الحاجات دي ليها تأثيرات سلبية مع التأثيرات الايجابية بتاعتها طبعا. فاذا قضية العالم الافتراضي من القضايا اللي احنا بنطرحها النهاردة على الساحة قدام كل الناس اللي قاعدين، كيف نعيد لهذا العالم الافتراضي الى عالمنا الواقعي مرة اخرى حتى لا نتخلف عن الركب المندفع، وحتى ايضا نحافظ على موروثنا الثقافي وحضاراتنا حتى لا نفقد الهوية. بين عدم فقد الهوية من الموروث الثقافي وبين عدم التخلف عن الركب المندفع في الحضارة والثقافة والتكنولوجيا، هذه معادلة صعبة. أول سؤال بنحطه قدام الأستاذ أسامة هيكل وقصادكم جميعا. خليني أروح لأستاذ ساهم في تشكيل كتير من ملامح شخصيتنا. هو صحفي وكاتب، لكن يعني ايه، عارف، سمارت، شيك في الفاظه وعباراته، شيك في كتاباته، شيك ايضا في تناوله في علاقاته الاجتماعية المنتشرة، مش بس المحلية والعربية والعالمية. استاذنا صبري غنيم. اولا انا سعيد بهذه الكوكبة ان اكون بينكم، وسعدتي اكتر ان كل مرة بكتشف في الدكتور حسن موهبة ابداعية، يعني لا يكتفي بانه النهاردة راجل بيساهم في تنمية هذا البلد بفكره وبجهده، انما يعني بيساهم ايضا كمبدع، وما قاله عن الكلمة حقيقي اثلج صدري. وان كانت الكلمة اليوم بتجد من ينافسها وهو الخبر. لما زميلي الاستاذ أسامة هيكل كلم على الصحافة بيقول ان يعني ما بقاش لها قراء زي التلفزيون، ما بقاش لي مشاهدين، انما بالتالي اللي مش هيقرا جورنال مش هيقرا الكلمه، مش هيقرا عمود، انما الخبر لا يمكن نرضى بيفرض نفسه. ونقدر نقول المواقع الاخباريه وبيتقدمهم او على راسهم موقع اليوم السابع، ودي شهادة أنا ما بقولهاش في وجود الأستاذ خالد صلاح، يعني إن هو حقيقة كان موفق في أنه ينشئ هذا الموقع. إنما هو النهاردة يعني هو رقم واحد أو الأول على كل المواقع الإخبارية. النهاردة الصغار والكبار أول حاجة بيجرم ولا الخبر، يقروا الخبر، ممكن ما يقروش مقال، ممكن ما يقروش موضوع، ممكن، إنما الخبر فرض نفسه بقى أقوى من الكلمة. فيش حد أبدا النهاردة ما بيقراش الخبر، بيجري ورا الخبر، وبالذات يمكن فتح لهم شهيتهم بالأخبار العاجلة، فعرفوا مكانها، يقول لك ندخل على أخبار عاجلة نعرف أخبار البلد ونعرف أخبار العالم من الخبر. وتميز اليوم السابع النهاردة ما بقاش أخبار محلية، حتى الأخبار الدولية، الخبر في التو وفي اللحظة، حصل حادث في قلب لندن يمكن قبل سكان لندن احنا بنقراه هنا في القاهرة من أخبار اليوم السابع. لو بصينا قلنا طب ليه لازم نشوف ايه الظاهرة، ليه النهاردة الصحف المؤسسات القومية اللي كانت النهاردة عندها ودائع بالمليارات وكانت بتدي أرباح وكانت لها مواقع متميزة وكان لها مرتبات ضخمة،
ليه النهارده بتمد ايديها؟ النهارده عايشين على خزينه الدوله عشان ياخدوا مرتباتهم كل اول شهر. مؤسسه زي مؤسسه الاهرام كان قبل الاستاذ ابراهيم نافع الله يرحمه كان عندها يمكن بتاع 2 مليار. النهارده بياخدوا اعانات من الدوله. طبعا دي من مساوئ اللي احنا يعني لا تبشر بالخير على ان يبقى في صحافه. يعني في اصدارات كثيره جدا بتصدر وللاسف المرتجع بتاعها او نسبه المبيعات لها زيرو. يعني ده نتيجه ان ما عندناش بقى في مدارس صحفيه اطلاقا. يمكن كان في مدرسه اخبار يوم ثم يليها مؤسسه الاهرام، انما بعد كده ظهور يمكن جريده زي المصر اليوم ثم جريده اليوم السابع قدرت تنفرد بانها تعد ابنائها وتصحح المسار وابتدت تتبنى الكوادر الشابه وتصنع منهم النهارده نجوم في الصحافه وهم اللي على الساحه النهارده. للاسف احنا ما عندناش الجوده ولا في الخبر ولا في التحقيق ولا في الموضوع. ليه؟ لان انت النهارده مفيش منافسه. بالتالي كمان ما عندكش تقدر تقول النبت اللي طالع ما لقيتش حد يوجهه. يعني كان زمان يمكن احنا يمكن على ايامنا، انا واحد من الناس بذكر بدات مع الاستاذ هيكل ب 3 جنيه في الشهر. وده يعني كنت سعيد جدا ب 3 جنيه. وانا باخدهم وكان الاستاذ محمد حسن هيكل اول قرار لي في تعييني عيني ب 11 جنيه. وكان معايا عتاوله، كان معايا حمدي انديل، كان معايا نجوم كبيره جدا، كلنا كنا بناخد هذا الرقم وكنا سعداء بيه. النهارده الصحفي حتى لو اديته 2000 3000 جنيه امام الظروف الاجتماعيه فبينطر يعمل في اكثر من جريده او اكثر من قناه تلفزيونيه، فما بقاش عنده النهارده الولاء والانتماء لجريدته. من هنا هوت حدث احنا زي ما الاستاذ خالد صلاح قال ان احنا عايشين في عصر لازم النهارده نفوق ونعرف احنا بنواجه مرحله مهمه جدا يعني من تاريخ هذا البلد بلدنا، ولازم يبقى عندنا اعلام. الاعلام اللي عندنا النهارده في صراع داخلي على المواقع، الصراع الاخر على ان انت النهارده مش قادر، ما عندكش، مش هتقدر تواصل عشان تصرف على صحف يعني فيها الكم الضخم من الشباب يعني. وبالتالي لما الدولة إذا كانت النهاردة تدخلت عشان تقدر تحط إيديها أو توجد نوع من التعاون بينها وبين المحطات الفضائية كان دي عملية تنظيمية بحتة. يعني لأن في الوقت نفسه بتقدر توجه لازم يبقى فيه توجيه. وتوجيه ليه؟ لان بعض القنوات الخاصه يعني خرجت عن المسار، كانت النهارده كل اهمها خرجت عن الرساله بالمعنى الاصح. لو جينا بصينا مثلا شهر من شهور السنه زي شهر رمضان المعظم، المفروض ده شهر له طقوسه الدينيه في اي بيت، انما نبص ان احنا بنتفرج على مسلسلات اعلانات. يعني كانت السباق او الصراع بين الفضائيات على تورتة الاعلانات والضحية هو المشاهد. وبالتالي احنا لما الدولة فكرت تدخل كشريك وتضع ايديها في ايد اصحاب هذه القنوات مش بس عشان تصحح المسار، لا، علشان تقدر تحقق لها ويبقى لها اعلام. الاعلام اللي الدوله يعني عايزاه ما هواش اعلام رسمي حكومي، يبقى زي ما النهارده عندك في الجرايد الموجوده المستقله زي اليوم السابع او زي الوطن او المصر اليوم، لا تزال النهارده الكلمه البناء النقد البناء موجود يعني. لكن احنا بنفتقده في الصحف اللي هي القومية عموما.
أنا بشكر الأستاذ الدكتور حسن أنه أتاح لنا هذه الفرصة باستضافته راجل له وزنه وقيمة وقامة، وكان أمله النهاردة يعني ينقذ التلفزيون الدولة وقدم روجتة علاج يعني ولم يؤخذ بها، وهذه هي كانت روجتة حقيقية عشان يبقى عندنا تلفزيون مسبيرو يعني من المحط اللي هو يعني سبب وجود المحطات الفضائية دي. كل أبناء مسبيرو هم اللي بيعملهم في المحطات الفضائية. وشكرا. قبل ما نروح للموسيقى مرة تانية نروح لأستاذنا الدكتور مفيد شهاب. الدكتور مفيد شهاب يعني صاحب الكلمة وصاحب الحجة وصاحب المنطق، وإن للبيان لسحر، فدعونا نعرج على سحر البيان مع أستاذنا الدكتور مفيد شهاب. شكرا جزيلا دكتور حسن راتب. الحقيقة يعني يحرص الدكتور حسن في كل صالون أن يشرفني بدعوتي للحضور مع نخب ممتازة من أبناء مصر المهمومين بقضاياها القلقين على حاضرها ومستقبلها، ويحسن اختيار الموضوعات التي يتناولها الصالون ويدقق في اختيار الشخصيات الخبيرة المتخصصة التي تتناول بعمق وبحس وطني هذه الموضوعات. أنا شاكر جدا هذه الدعوة وسعيد أني في كل مرة أحضر إلى الصالون أسمع وأستمتع وأستفيد، وكنت أتصور أنه يدعوني للتعليق أو لتوجيه الأسئلة عندما يكون هناك يعني موضوع قانوني أستطيع أن أتكلم فيه، أما أن تدعوني للكلام عن الإعلام في صحبة كبار الإعلاميين فيعني هذا أمر صعب، ولكن شفيعي فيه أنني لست بعيدا عن أسرة الإعلاميين. واليوم نحن في صحبة أحد الإخوة الأعزاء الذين أحترمهم وأقدرهم وأقدر دورهم الوطني وخبرته وأداؤه المتميز في إطار الإعلام. أنا حتى أحدد نفسي لأن أخطر شيء في مثل هذه اللقاءات المحببة أن الإنسان أمامه ميكروفون وأمامه مجموعة متميزة، خصوصا إذا كان أستاذ جامعة، ينسى روحه ويسترسل ويدخل من موضوع في موضوع في موضوع ولا يرتب أفكاره. فحتى أهرب من الوقوع في هذا المأزق أحدد نفسي بثلاث كلمات لثلاث نقاط. النقطة الأولى متعلقة بصاحب هذه الدعوة. لصاحب الدعوة حسن راتب مني كل التحية وكل الاحترام وكل التقدير، فكل يوم أقترب منه أكثر وأشعر أنني أمام نموذج لرجل الأعمال الوطني الذي كافح وأعطى نموذجا مشرفا للمواطن المصري المكافح الذي بنى نفسه، وهو يبني نفسه بنى مجتمع بأكمله في سيناء، فأصبح الخبير الأول فيما يتعلق بكل سيناء أرض الفيروز الحبيبة التي تحتاج منا جميعا حكومة وشعبا اهتماما أكثر باعتبارها البوابة الشرقية التي يجب أن تنال كل اهتمام منا. حسن راتب نموذج لرجل الأعمال الذي يعرف دوره كمستثمر يعمل من أجل التنمية ويفهم ويعي مبادئ وأصول الاقتصاد، وأيضا إلى جانب هذا يعلم تماما الدور الاجتماعي لرجل الأعمال، وهذا الذي أتمنى أن أراه في رجال الأعمال. رجل الأعمال رجل اقتصاد رجل استثمار، ولكنه أيضا رجل اجتماع. ولو صارت التنمية في مجتمعنا جنبا إلى جنب، التنمية الاقتصادية إلى جانب التنمية الاجتماعية، لتحسنت أحوالنا كثيرا. ولكن أحيانا نعنى بالجانب الاجتماعي فقط لنرضي الناس ونرتفع بمستواهم بغض النظر عن الاعتبارات الاقتصادية،
أو العكس، وهذا ما يحدث أكثر، وهو أن نحرص على زيادة التنمية الاقتصادية بغض النظر من الذي استفاد من هذه التنمية، فنجد الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. حسن راتب عنايته بالجانب الاجتماعي في كل مشروعاته، وآخرها مشروع مؤسسة حسن راتب للابتكار والابتداع، وأنا أحد المسؤولين عنها، إنما نموذج لإيمان رجل الأعمال بالدور الاجتماعي، أحييه عليه وأرجو له المزيد من التوفيق. ثم يزيد على هذا أن يشعر أنه مسؤول على أن يهتم بقضايا وطنه ويناقشها ويدعو المسؤولين عنها ويكتب فيها ويقرأ عنها، وهنا نجد له دور تثقيفي. هذا الصالون أحد صوره، فلك مني كل التحية، وأنا أحسب أن كل من يعرفك إنما يقدر دورك، أدعو لك بالتوفيق. الكلمة الثانية متعلقة بضيفنا العزيز أسامة هيكل. أسامة هيكل الكاتب الصحفي المتميز الوطني، أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس النواب، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، وفي كل هذه المواقع كان أسامة هيكل نموذج للإعلامي المتميز، للإداري الحاسم، للإنسان الخبير الذي يعي عمله تماما. وعندما أشير لنموذج أسامة هيكل فهذا يدعوني إلى نقطة يريد بلدنا تعيها، وهي أن تحرص دائما على أن يكون الإنسان في أي موقع له فيه من الخبرة إلى جانب التخصص. شغل إن يقول لك ده يفهم في كل حاجة، ده فهلوي، لا، ما عادش ينفع الكلام ده. عندنا مثلا نموذج، آسف إن أشير إليه لأنه تعلق بها، نموذج طابة. أحد عوامل نجاحنا في طابة أن الدولة اعتمدت على الخبراء المتخصصين بتاع الجغرافيا، بتاع التاريخ، بتاع القانون، وكل هؤلاء يعملون يدا واحدة بفكر جماعي. كذلك هنا في مجال الإعلام، وهو القوة الكبيرة كما أشار الدكتور أسامة هيكل، كيف تحول الإعلام الآن إلى قوة كبيرة مستقلة، وليس فقط قوة سياسية أو عسكرية أو أبنية، إن هنا الخبرة في غاية الأهمية والتخصص أيضا. هناك في القديم من لم يدرس الإعلام وإنما أصبح إعلامي كبير، إنما الآن من لم يدرس الإعلام ويواصل دراسته ويتابع تطوره لا يكتسب الخبرة. أسامة هيكل الذي استمعنا إليه وسنستمع إليه عندما يعقب ويرد على أسئلتنا، نموذج ناجح لاعتماد الدولة على الخبير المتخصص، أدعو له بالتوفيق. الكلمة الثالثة والأخيرة متعلقة بموضوع هذا اللقاء، وأستأذن زملائي الإعلاميين أن أقول كلمة لمن هو من بعيد. الإعلام الكلمة والرسالة. الإعلام كلمة، نعم هو كلمة، كلمة مقروءة، كلمة مسموعة، كلمة مرئية، إنما قبل هذا الإعلام رسالة، هدف. إذا كانت الكلمة هي الوسيلة أيا كانت صورتها، فالرسالة هي الهدف، والإعلام هدفه في غاية الأهمية. كل ما نريد أن ننشره بين الناس من وعي، من حس وطني، من ثقافة، من تعليم، من خبرة، من اختراعات، من أخبار، من معلومات، من قصص، من فكاهة، من كاريكاتير، كل هذا يقوم به الإعلام الناجح. والإعلام السيء الضار هو أيضا هذا الإعلام الذي يدمر بما يقدمه من انحطاط، أو بما يبثه من قيم على العكس مما ذكرته. من هنا فالإعلام سلاح خطير، إن أجدنا استخدامه وأحسننا تنفيذ وسائله المختلفة، خصوصا في ظل ثورة معلومات هائلة، ثورة تكنولوجيا غير مسبوقة في العالم، ثورة معلومات، في ظل هذه الثورات كلها ومع هذا الإبداع الإلكتروني المتعدد في كافة المجالات، يستطيع الإعلام أن يعي دورا هاما إذا وعى المسؤولون في الدولة وأيضا الشعب، حتى لا تكون المسؤولية فقط مسؤولية الحكومة،
نحن شركاء في المسؤولية، الشعب مع الحكومة. إذا وعينا هذا وأعطينا للإعلام قدره ودوره وتابعنا نشاطه ونجحنا في المعادلة الصعبة التي تمس مساسا خطيرا للإعلام وهي الآتية وقد عشتها، كيف نوفق بين حرية النشر باعتبارها جزء من حرية التعبير وهو من أولى حقوق الإنسان المقر عالميا في كل دول العالم، حق الإنسان في التعبير دون وقيد دون ما تدخل دون ما رقابة، هذا حق هام وجزء أساسي من الحرية، كيف نوفق بينه وبين اعتبارات أخرى تقول ولكن أحيانا اعتبارات ومقتضيات الأمن القومي تقتضي أن نضحي بهذه الحرية. نعم اعتبارات الأمن الوطني لا بد أن نراعيها، لا بد أن تؤخذ في الاعتبار، لا بد أن لتشريعات الصحافة تضعها في حسبانها، ولكن شريطة أن تكون في إطار ميزان دقيق لا يضحي بحرية التعبير. ونموذج حرية الصحافة الذي كنا نتحدث عنه دائما هو أحد يعني الأمثلة الهامة فيها، وبين مقتضيات الأمن. ومن هنا أنا أعتقد ومن هنا حختم حديثي يعني بعض الأسئلة إذا أذن لي أخي صديقي الدكتور أسامة. سؤال أول، أنت باعتبارك يعني من أهم بل لا أغالي إذا قلت صانع التشريعات الثلاثة الأخيرة التي صدرت في مجال تشريعات الصحافة والإعلام، وقد تمت الموافقة عليها وصدرت والحمد لله، هذا إنجاز كبير كان ضروريا ولازما ولكنه غير كافي، فالمهم هو تطبيقه والمهم هم من سيقومون بتطبيقه والمهم وعي الإعلاميين به والمهم حرص الرأي العام وتفهمه له. يعني هناك كثيرون مسؤولون عن أن هذه التشريعات تنجح، فأنت في تصورك وكما قلت أنت يعني لك دور مقدر كبير جدا في خروج هذه التشريعات الهامة إلى حيز النور، تقديرك هل ستسهم في إيجاد نقلة نوعية ترتفع بمستوى الإعلام عما هو عليه الآن؟ وأنا ألمح تراجعا في الدور الإعلامي في الفترة الأخيرة، أتمنى أن يتغير إلى ما هو أفضل سواء كان في الإذاعة في التلفزيون أو على وجه الخصوص في الصحافة. أنت باعتبارك قد صنعت هذه التشريعات، ما هي نظرتك لمستقبل تنفيذها في حيز الواقع؟ السؤال الثاني متعلق بالفضائيات. أخشى وأنا أتابع الفضائيات بانتظام وأرى فيها تراجعا عاما بعد عام في ظل منافسة شرسة، بعضها موضوعي وكثير منها سيء وغير أخلاقي. أنا أخشى على فضائيتنا من منافسة شرسة وغير موضوعية كثيرا وممولة من الخارج ولأسباب لهدم مجتمعنا وهدم قيمه والتأثير عليها سواء كانت محلية أو عربية أو عالمية. إلى متى ونحن لدينا الإمكانيات ولدينا العقول ولدينا الحضارة والتاريخ ولدينا كل اعتبارات التقدم، متى تستطيع فضائيتنا أن تلعب الدور المأمول منها حتى تكون هي نقطة الإشعاع ليس لمصر وحدها وإنما كانت دائما للعالم العربي بأكمله؟ النقطة الثالثة أو السؤال الثالث إذا سألتني أيضا هو ما يتعلق بالصحافة الورقية. ألمح تراجعا شديدا جدا، أشرت إليه وأشار إليه أخي العزيز صبري غنيم، الصحافة الورقية في تراجع شديد جدا جدا، النقصان أرقام التوزيع والطباعة واضحة بشكل مرعب. هل سيأتي اليوم اللي احنا ما نجدش صحافة ورقية ويبقى الصحافة إلكترونية ويكفي، أم لا ستصمد ويجب أن تصمد ويجب أن نحرص عليها كما حدث في الكتاب؟ ما نحن أيضا وأنا أحد المشتغلين بالتدريس في الجامعة ولنا كتبنا، فقيل لنا أن الكتاب سينمحي
وسنجد الوسائل الإلكترونية ستقضي عليه. الكتاب لم ينقص توزيعه، أو إذا كان نقص فليس بنسبة كبيرة، إنما الصحافة هي اللي تراجعت. زلت متأثر بكلمة أستاذنا الدكتور مفيد شهاب، كيف أن هذه الكلمة جامعة وشاملة، لكن تطرق إلى نقطة في نهاية حديثه، التطرف. هو مش خايف من الإرهاب، الإرهاب استطعنا أن احنا نقضي على مساحة كبيرة منه، لكن هو خايف من التطرف، وهذا خوف صادف أهله وفي محله. المشكلة أن الإرهاب فكر، وفكر ايديولوجي، والفكر لا يدحضه الا فكر اقوى منه او حجة اكثر قناعة منها، وبالتالي فاذا كان الارهاب يحارب فالفكر يقاوم، ومقاومة الفكر بالحجة والمنطق والاقتناع. من هنا دعوني قبل ان اعطي الكلمة لهاني عزيز، اخويا هاني عزيز ليه ذكريات معاه، وهو قضية قبول الآخر اللي طرحها أستاذنا الدكتور مفيد شهاب. على فكرة دي قضية عقائدية بحتة. يا أيها الناس، ما قالش يا أيها المؤمنون، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أي أن الرسالة للأمة وللناس أجمعين، لكن من الذي يعني لا يدرك ولا يتعلم أن هذا الدين يخاطب الآخر؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه هي الشريعة السمحاء التي ربانا عليها محمد بن عبد الله، الذي جعل دعوته الكريمة الشريفة الطاهرة المبجلة التي سادت العالم من أقصى إلى أقصى. قالوا غزوت ورسول الله ما بعثوا لقتل نفس وما جاءوا لسفك دمي، جهل وتضليل وأحلام صفصفة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم، والناس انظلموا البرهان واعتسفوا، فالحرب على الدنيا أجدى من السلم، والشر إن تلقاه بالخير ضقت به ذرعا، وإن تلقاه بالشر يحتسبه. هكذا انتشر العالم كله هذا الدين، بالتجارة بالمعاملة. إن هذا الدين متين فوغل فيه برفق، إن المنبت لظهرا أبقى ولا أرضا قطع. هذه السماحة، أين علماءنا وأين حكماءنا لمحاولة دحض الحجة بالحجة والفكر بالفكر؟ من هنا هعرج على هاني عزيز أخي القبطي المصري. اولا بشكرك، وانت في بداية اللقاء قلت ان احنا في الاسبوع الاول من العام الهجري. انا عايز اقول لكم انه برضو ربنا بيريد دائما يدين علامات. احنا الاسبوع الاول برضو من العام الميلادي، وبالامس القريب كان عيد الاضحى مع عيد العذراء، وانتوا يعني حبايبي اللي موجودين في منهم كان بيصوم العذراء وبيحب العذراء، ومذكورة في القرآن. في فضل كبير عليا من دكتور حسن لازم اعلنه، انه كان هناك صالون صغير مش بهذا الحجم الكبير الان في بيته الشخصي،
وكنت بروح احضر لمولانا الشيخ العالم متولي الشعراوي. والحقيقة هذا الرجل ترك في نفسي كثيرا وكثيرا. واسمح لي ان انا احكي حكاية. في يوم من الايام كلمني الدكتور محمد علي محبوب وزيرا للاوقاف في هذا التوقيت، وقال لي فضيلة الامام راجع من رحلة علاج في لندن وعايز يجي من المطار على قداسة البابا شنودة. قلت له يشرف. فقال لي لا قول للبابا. مرتين يقول لي هذا الكلام. قفل، لقيت الدكتور حسن بيكلمني هاني يقول للبابا. قلت له في ايه؟ قال لي قد يكونوا اختلفوا في الرأي في قضية معينة، اعتقد كانت تجارة الاعضاء او تبادل الاعضاء. فسمعت كلام اخويا حسن، رحت للبابا، وانا شايف البابا دلوقتي وانا بكلمكم. فاول ما قلت له مولانا راجع من لندن وعايز اول لقاء يكون معك في مقر البابا، صدقوني عمل على راسه 3 مرات وقال لي الرحب والساعة، وقال لي جملة اعتراضية انا في ساعتها ما فهمتهاش او ما سألتوش اسبابها. قال لي لما فضلته يوصل عربيته على الباب الاولاني تقول لي. ساعتها ما تحدد الميعاد وجاء مولانا، فقلت له مولانا وصل على الباب. عادة ممكن من الحاضرين كثيرين، واستاذنا دكتور مفيد واسامه بيه يعني كثيرين حضروا صالون البابا، صالون طويل البابا دائما بيجلس في اوله. لما بيجي الامام الاكبر بيطلع يجيبه من على الباب، لما بيجي اي مسؤول بيجيبه من نص الصالون، لما جاء شيخ متولي الشعراوي نزل جابه من على السلم. وبحب شديد جدا 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 لما دخل الصالون مولانا الشيخ متولي قال له اولادك في لندن طوقوا عنقي ولا اجد ما اقدمه اليك الا عباءتي، وقلع عباءته لبسها لقداسة البابا، وبدات مباراه شعريه الاثنين كبار، وانتم تعلمون يعني الاثنين كبار كبار يعني انا كان لازم تيجي تتسجل صوت وصوره وتنتشر وتوصل للناس كلها. مباراه شعريه ما قادر يعني اخر حرف، مش هقول اخر جمله، مولانا يبتدي بيها، اخر كلمه سيدنا يبتدي بيها، كانت يوم تاريخي في حياتي لا انسى الى الان. فدي من افضل دكتور حسن علي. اما بقى صديقي اسامه بهيكل، الحقيقه انا يعني بشرف ان احنا زملاء في جمعيه واحده، جمعيه اهليه بتهتم بمشاكل المجتمع. وانا الحقيقه يعني جمعيه ساريه بالوزراء والشخصيات العامه، انما دايما استانس برايه وفي كل حاجه دايما ارجع له فيها. وعايز اقول لكم ان هو نموذج مختلف، يعني انا مصادق كثيرين من مجلس النواب، كنت قريبا منه من زمان وكنت مستشارا في هذا المجلس اكثر من دوره. انما بيمتاز اخويا اسامه في حاجتين، انه لما بيعد اي قانون بيعده بطريقه مختلفه عن اي لجان تانية، وبحب، وبيسمع للكثير وبيسمع من داخل اللجنه ومن خارج اللجنه. ويمكن اللجنه الوحيده لما بينزل قوانين فيها اللجنه العامه بتمر كده بدون ضجيج وبدون نزاعات، فانا بحييه عليه وانا بقول دي شهاده حق فيه. انما ده لا يمنع ان احنا هنطلب منه في الاخر يعني طلب مهم. حضراتكم تعرفوا ان اسامه بيه رئيس المدينه. المدينه دي انا اعلم جيدا انها كانت بتخسر او مديونه ب 180 مليون جنيه، وفي عهده اصبحت رابحه. طب لما ربحت المدينه بقى لازم نكلفه ونطلب منه. ليه المدينه ما تعملش اعمال جيده وهو بخبرته الشديده وزملائه في مجلس الاداره؟ ليه ما يعملوش الاعمال الجيده في الدراما والسينما وكمان البرامج الهادفه؟ يعني زي ما تفضل استاذنا صبري غنيم وخالد صلاح واستاذنا الكبير العظيم اللي احنا بشرف دايما انا بتلمز على ايديه في مواقف كثيره، فعلا الاعلام في خطر شديد جدا جدا جدا. انما لما يبقى عندنا نموذج وزير سابق وكاتب مرموق ورئيس
لمدينة عالمية كبيرة، العالم كله يعني بيجل لهذه المدينة. فأرجوكم كلكم ضموا صوتكم إلي أنه احنا نكلفه أنه هو يعمل لنا أعمال جيدة وهادفة. طالما ربح بقى خلاص ما عندوش مشكلة المادة، وأعتقد حتى لو طلب من الفنانين والإعلاميين أنهم يعني في هدف واحد هو مصر، أعتقد أنهم كلهم مش هيقولوا لأ. مع بدأوا التنافس، فهو قدير أنه فعلا يدخل بيوتنا من خلال التلفزيون مرة تانية. فعلا كلنا ما بقناش زي الأول بنشوف التلفزيون، إنما هو قدير إنه يرجعنا تاني أمام الشاشة بخبرته الكبيرة اللي احنا كلنا عارفينها. أنا آسف للإطالة عشان أدي الأصدقاء اللي الموجودين يتكلموا. أشكرك يا دكتور حسن، يعني دايما بتخليني أبقى موجود في الكوكبة دي في هذا الصالون. بشكر حضرتك دكتور حسن راتب على الدعوة الكريمة، بشكر كل الحضور والجمع، كل سنة وانتم طيبين. دكتور حسن، أنا سؤالي للأستاذ أسامة هيكل، يعني كيف يمكن أن يكون هناك إعلام بمعايير منضبطة في ظل سوشيال ميديا بكثرة تتواجد بها أخبار مفبركة وإشاعات، وهل يجب أن يكون الإعلام سلعة أم خدمة؟ شكرا. أسامة هيكل طبعا وزيرنا السابق، والحقيقة كان في عهده من أجمل الأيام. أنا نفس السؤال اللي قالته أمل بيشغلني جدا، وحنعمل إيه في حكاية ترطية الإعلانات اللي لا تنتهي دي والدخلاء على مجال الإعلام؟ أنا قلقني جدا الموضوع ده، أن أي حد دلوقتي بقى اسمه إعلامي، بقت مهنة من لا مهنة له. أنا أسفة ان انا اقول ان ممكن لعيب كرة ما بيتقالش عليه كابتن فلان، بيتقال عليه الاعلامي فلان الفلاني، تاريخه كله بيتمسح قدام ان هو بيظهر على الشاشة لمدة سنة، خلاص بقى اعلامي ومن حقه يتكلم في السياسة ومن حقه يتكلم ويشحن البلد زي ما هو عايز ويهبط وقت ما هو يحب وكل الكلام ده. انا شفت ناس الحقيقة اقل ما يعني ما ينفعش يتقال عليهم اعلاميين، وبيقولوا على نفسهم اعلاميين، والاعلاميين روحوا قعدوا في بيوتهم. ودلوقتي بقول ايوه بحقيقة، عشان انا بفتخر ان انا بنت ماسبيرو بصراحة، واحنا تعلمنا وتربينا تربية صح، اعلامية صح، وعارفين ازاي نتكلم، وعارفين ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش، وطريقة الحوار ازاي، وان ادي ضيفي فرصته ازاي. دلوقتي الدنيا ما بقتش كده، فبقينا احنا نزوينا وخدنا جنب، لاننا عارفين العملية مفروض تمشي ازاي، وبقى الشتيمة والزعيق وكب الكوبايات في وش بعض والحاجات دي هي دي اللي بقى بتجيب اعلانات، فبالتالي دول على الساحة واحنا نقعد في بيوتنا بكرامتنا. اي حد من حقه يشتغل اعلامي، اي حد بقى بيطلق عليه لفظ اعلامي، الموضوع ده قلقنا جدا كاعلاميين بجد. في الحقيقة الموضوع يدور حول الكلمة، والكلمة في الاسلام امانة، والكلمة في الإسلام لها منزلة عظيمة، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. أستاذنا الدكتور حسن أشار في بداية حديثه عندما قال سيدنا معاذ لرسول الله: وهل نحن مؤاخذون بما نقوله يا رسول الله؟ قال: سكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والكلمة، الإنسان يدخل الإسلام بكلمة ويخرج من الإسلام بكلمة، ونحن في بداية عام هجري، والهجرة كانت من أجل كلمة، من أجل كلمة التوحيد كانت الهجرة، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سببا في الهجرة من مكة إلى المدينة. ونحن في بداية العام الهجري، يعني أترك موضوع الكلمة لفرسان الكلمة ولأرباب هذا البيان، وهم كسر في هذا المجتمع أو في هذه الجلسة، وأتحدث عن الهجرة النبوية المباركة. أولا، نحن في بداية العام الهجري، لكن الهجرة لم تقع في بداية العام، الهجرة كانت في شهر ربيع الأول، ولكن عندما أرخوا بالعام وليس بالحدث، يعني حدث الهجرة المباركة حدث في شهر الربيع الأول،
ولكنهم أرخوا ببداية العام الهجري، فالهجرة لم تكن في المحرم، الهجرة كانت في آخر جمعة في صفر. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته ليلا هو وسيدنا أبو بكر الصديق إلى غار حراء، ومكث في الغار 3 أيام، وكانت بداية الهجرة في يوم الاثنين الموافق الأول من ربيع الأول، يعني كانت الهجرة يوم الاثنين الموافق 1 من ربيع الأول، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من الغار، فكانت الهجرة في شهر ربيع الأول. النقطة الثانية أن كثيرا من الناس لم يعرف أن عامر ابن فهيرة كان في الهجرة مع سيدنا رسول الله وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الكل يقول أن سيدنا الرسول سيدنا أبو بكر وعبد الله بن أريقط الدليل، لا، الهجرة كان فيها عبد الله بن أريقط على بعيره، وكان سيدنا أبو بكر وأردف خلفه عامر ابن فهيرة ليكون خادما لهما في الطريق هو وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ناقته صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عامر بن فهيرة نال درجة لم ينلها أحد بسبب صحبته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فشهد بدرا وأحدا، وعندما استشهد في واقعة بئر معونة يقول أصحابه ومن رأوه جاءوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لقد رأينا عامر بن فهيرة وقد رفع جسده إلى السماء، رأيناه بين السماء والأرض، فلذلك يطلق عليه دفين الملائكة، أن الملائكة هي التي تولت دفن سيدنا عامر ابن فهيرة، ولم يعرف له قبر ولم يجدوه في الشهداء، ولكنه رفع إلى السماء ببركة صحبته لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة. عندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصل يوم الاثنين إلى قباء، 8 ربيع أول، إلى مدينة إلى قباء، وأقام المسجد اللي هو مسجد قباء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إليه كل يوم سبت من المدينة ماشيا أو راكبا، وقال من ذهب إلى من تطهر في بيته وذهب إلى قباء وصلى 2 ركعتين كان له أجر عمرة، نظرا لأنه أول مسجد أسس في الإسلام. والذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا عمار بن ياسر الذي كان يعذب أبواه في مكة، فيقول له الرسول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فكان عمار بن ياسر هو الذي أشار على سيدنا الرسول بمسجد قباء، وهو الذي جمع له الأحجار ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم الأساس وأكمل البناء عمار بن ياسر. لذلك كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أول من بنى لله مسجدا في الإسلام عمار بن ياسر، أول من بنى مسجدا في الإسلام لله هو عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. ومكث الرسول في قباء 4 أيام، ثم دخل المدينة في يوم الجمعة 12 من ربيع الأول، وصلى في المسجد الذي يسمى الآن مسجد الجمعة، عندما نزور إلى المدينة مسجد معروف اسمه مسجد الجمعة، ثم بعد ذلك ذهب إلى المكان الذي خصص والذي اختاره الله له وهو المسجد النبوي. كل الأنصار يا رسول الله نحن طلبوا أن يستضيفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول دعها للنقاتي دعوها فإنها مأمورة، وكان اختيار المسجد باختيار الله سبحانه وتعالى لهذا المكان المبارك. قصة الهجرة، نحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار الله أرسل العنكبوت والحمام، ويعبر عن هذا فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرمي، ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على غير خير البرية لم تنسج ولم تحمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من السيوف وعن عال من الأطب. هنا يجب علينا ألا ننسى أن هناك جنود لله لا نعرفها أو لا نعطيها حقها، فالعنكبوت وهو من أضعف الكائنات إلا أنه عندما كان جنديا من جنود الله هزم الكفار والمشركين. الحمام عندما نحن نعرفه رمزا للسلام إلا أنه في هذه الهجرة كان جنديا من جنود الله، لذلك لا يجب علينا أن نغفل هذه الجنود. وأيضا الريح جند من جنود الله، لذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح فإنها جند من جنود الله. هذه الجنود مع ضعفها
إلا أن الله سبحانه وتعالى عندما أراد لها كانت أقوى من الكفار ومن المشركين. وفي هذا يعبر الوالد الكريم يقول: تباركت يا الله أعطيت أحمد نعائمك العظمى وأفضالك الغرة، ففي الغار قد باض الحمام لوقتها، وفي الغار حاك العنكبوت له سترة، لأت عيون الكافرين فأغمضت، فكان عمار الغار في عينهم كفرا، فسبحانك اللهم تلك حمامة على ضعفها الملحوظ حيرة الكفرة. نحن في هذه الذكرى المباركة، الكلام يطول ولكني لا أحب أن أطيل، ولكن أطالبكم وأطالب نفسي أولا وجميع الحضور أننا في هذه المناسبة الطيبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فتحت مكة قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فالهجرة انقطعت بعد الفتح، ولكن بقى جهاد النفس والنية الصادقة. فعلينا أن نراجع أنفسنا وأن نجتهد في أن نهجر المعاني السيئة، نهجر العادات السيئة، نهجر الأقوال السيئة، نهجر السلبيات التي نعيشها جميعا في المجتمع، وأن نتحول إلى الإيجابيات، أن نتحول إلى ما أمر الله، أن نتحول إلى إصلاح المجتمع، أن نتحول إلى رفع شأن المجتمع الذي نعيش فيه. فهذا هو ما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نجاهد أنفسنا وأن نصدق في هذه النية، مصداقا للحديث الذي رواه الدكتور حسن في بداية الجلسة، وهو حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول العلماء إن هذا الحديث يعتبر ثلث الإسلام، لأنه يتعلق بالنية، والنية هي أساس لقبول الأعمال والأقوال، والإنسان يحاسب. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي الأعمال والأقوال كلها تحتاج إلى نية، والإنسان يحاسب في أقواله وأفعاله على نيته في هذا. أشكركم جميعا وأسأل الله التوفيق والسداد لجميع الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكر حضرتك دكتور حسن على الدعوة الكريمة، أول مرة ممكن أتشرف بحضور الصالون، لكن هو في مش هقدر أزود على أساتذتنا وزملائنا اللي اتكلموا، لكن هو في نقطة تناقشني فيها مع الوزير قبل الصالون، وهي خطورة الدراما. دلوقتي احنا زمان كنا بنعاني من شباك التذاكر في السينما، وان المنتج السينما بيعمل افلام هابطة عشان يجيب جمهور. الكارثة حاليا ان وسائل الاعلام او منصات الفضائيات المختلفة بتذيع محتوى درامي خطير جدا. بصفة حضرتك في مجلس النواب وكذلك بترأس مجلس الإنتاج الإعلامي، مش ممكن نقدر يعني نهذب هذا الإنتاج الدرامي؟ للأسف في مفاهيم جديدة وأعراف بتسوق لنا، المذر سينجل ومعرفش إيه وإيه وقصص كده وأوهام، إحنا مش ناقصين. دي حاجة. الحاجة التانية وسبب يمكن ما لاحظش حد أتكلم، وهو الإعلام الرياضي. بقى عندنا دلوقتي حاجة جديدة كده اسمها الإعلام الرياضي. الإعلام الرياضي كل مجموعة إعلاميين أو كباتن كورة أو كده منحازين لطرف وبيشتموا في الطرف الثاني، والطرف الثالث يخش يشتم في الكل، وبقت مهزلة وبقت مفيش لها ضبط ورد. هما دول نقطتين اللي حابب أتكلم فيهم وأشكركم. الإعلام سياسة، صناعة، اقتصاد. الكلام كله تقريبا عليه كأنه سياسة فقط. لو ما خدتش بالي من المحورين التانيين بتوع الصناعة أو الاقتصاد، مش هيبقى فيه إعلام، مش هيبقى فيه محور سياسي خاص، إن ده اللي بيصرف عليه. أنا عايز أرد على حضرتك. الإعلانات لا، شيء مهم جدا للأمن القومي الاقتصادي للبلد. ليه؟ لأنه الفكرة بتاعت إن السوق النشط، نشط سوق كله، يعني سوق جميع الخدمات وجميع الصناعات وإلى آخره، إن سوق النشط هو اللي بيعمل بيولد اعلانات، مش مظبوط. الاعلانات اللي تعمل سوق نشط. فلما يبقى انا عندي في دولة بحجم مصر اعلانات، حجم انفاق اعلاني 2 مليار الى 2.5 مليار في السنة،
يبقى معناها ان السوق مش نشط، يبقى في مشكلة. المشكلة دي مش هتتحل الا بتضافر الجهود كلها ووجود منافسة ووجود تضافر بين الخاص والعام، public private partnership اي شكل من الاشكال. ولكن اذا ما كانش فيه منافسة مش هيبقى فيه اعلام، ولو ما فيش اعلام يبقى الفراغ اللي مصر المفروض والقوى الناعمة المصرية اللي هي المفروض توصل للعالم وتوصل على الاقل للمنطقة بتاعتنا مش هتكون موجودة، لانه اللي حوالينا برضو هما كمان بينفقوا اكتر من ما احنا امكانياتنا تسمح، وليهم الحق. دول كتير في المنطقة اصدقاء، مش بتكلم على دول، يعني كل دولة بتحاول ان يكون ليها التأثير الاعلامي وهذا حقها 100%. فاحنا ما عندناش حل غير ان احنا نفتح المنافسة، يكون في فعلا سياسة اعلامية، سياسة اعلامية مرة ثالثة، سياسة اعلامية. شكرا. هو الحقيقة انا اللي انا شايفه انه في محاولة تبرير لحقيقة ان هناك فجوة بين الشارع المصري والاعلام، فحاولنا ان احنا نبرر الفجوة دي بانه انه النظام الالكتروني هو اللي جذب الشارع، رغم انه ده يناقض بان اكتر من 55% من الشعب المصري لا يستخدم هذه الوسيلة. الحقيقة انه الفجوة برضو كان احد اسباب تبريرها بانه التعليم، وانا الحقيقة يعني اسف انه يعني ارفض انه كلمة التعليم انها مبرر لهذه الفجوة بين الاعلام والشارع المصري هي غير حقيقية، لان الشعب المصري يملك قرون استشعار قوية جدا، وهذه القرون الاستشعار كانت الحكم في نكسة 67. اما الناس رغم هذه النكسة تحركوا ووقفوا وراء الدولة، ولم يكن هناك الكترونات ولا يكن هناك وسائل. شيء تاني، قرون الاستشعار استخدمت في 30 يونيو لما الناس تحركت في الشارع المصري، ولا يستطيع الاعلام ان يزعم انه كان وراء هذا التحرك التلقائي الفطري اللي كان في الشارع المصري. إذن النهاردة الكلام يجب ان يكون انه على الاسباب، وانا هقول لحضرتك ان كل العلوم، بحكم ان انا بشتغل في المنهج العلمي، كل العلوم الارض اتفقت على شيء واحد، حقيقة علمية، وان هي التنوع يجدد الحياة، التنوع يقوي كل النظم البيئية، التنوع يزيد النشاط الحيوي في الأرض. يبقى إذن توحيد الخطاب هذا ستكون له آثار سلبية خطيرة. وإن إحنا أنا بتعجب إن إحنا بنبرر محاولة توحيد الخطاب الإعلامي بمشاركة الدولة، هذا ليس مبرر، لأن مشاركة الدولة ونحن نتحدث عن خسائر معنى ذلك أن الدولة تشارك في خسائر، أن الدولة ترفع خسائر عن القطاع الخاص في الفضائيات وفي غيره من وسائل الإعلام. وأنا بقول لحضرتك على المستوى الشارع المصري، إن احنا حدثنا عن الحكومة الإلكترونية والكلام، الناس بعيدة عن هذا، والنتائج ستكون سلبية جدا. وأنا ضد التوحيد الخطاب الإعلامي، لأن ده بيهدد كل مظاهر الإبداع والابتكار في مصر. سريعا ودخولا في الموضوع، أولا مجددا بحييك يا دكتور حسن على ان دي منصة تنويرية الحقيقة يشهد لها القاصي والداني. هذا الصالون الثقافي هو منصة تنويرية وطنية حقيقية، فأسمن يعني انا يعني شهادتي مجروحة، لكن هذا هو الواقع اللي بيعيشه المواطن المصري. وانا بصفتي الإعلامية شوية وبنتمي للإعلام الرسمي واحد ابناء مسبيرو، ليا ملحوظتين. الملحوظة الاولى، أنا كنت في الصين في زيارة وسألت سؤال لأحد الناس المسؤولين هناك على موضوع السوشيال ميديا والفيسبوك. هناك جريمة يا دكتور حسن إذا كان المواطن يستخدم الفيسبوك اللي احنا
شغالين بيه 24 ساعة دي جريمة. فسألت سؤال مباشر، طب قال لي احنا الدولة دي لا تحتمل 5-6 شائعات على بعض من اللي بيحصل في البلدان الأخرى، تقع الصبح. فسؤالي للدكتور أسامة هيكل وزيرنا المحترم الأسبق والإعلام الكبير، امتى هنلاقي تشريع مباشر وسريع وواضح تجاه هذا الأمر؟ زي كده التليفون ما بيبقى بالبطاقة الشخصية. أنا بتخيل إن في دراسة في مجلس النواب عندك يا دكتور أسامة وحضرتك متحمس ليها، فأتمنى إن هي تخرج للنور. والسؤال الأخير يا دكتور حسن لحضرتك ولغرفة الإعلام المحترمة، حضرتك من سنة تحديدا قلت عايزين نعمل مركز لرصد الإشاعات ونفيها من خلال القنوات الفضائية. مركز الوزراء عمل ده وقال إن أخطر شيء بيواجه المجتمع المصري هي شائعة الفيسبوك وأقواها، فإحنا محتاجين فعلا أن القنوات الفضائية تحت مظلة غرفة الإعلام أن هي تعمل ده وسريعا. أشكرك. باختصار شديد، وكما تعلمنا منكم الإعلام حرف في كلمة وليس نقطة في آخر السطر. دور الإعلام غرس القيم واستنهاض الهمم، دائما وأبدا القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها. كما علمنا الصالحون دائما في الإعلام من الأفضل كسب القلوب فهو أولى من كسب المواقف. رسالة الإعلام حددها ربنا، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. دي رسالة الإعلام السامية أدركها السابقون، الرجل جوبلز وزير دعاية هتلر لما قال أعطني إعلاما بلا ضمير أعطيك شعبا بلا وعي، هو نفسه الذي قال كلما استمعت إلى كلمة ثقافة تحسست مسدسي. الإعلام يا دكتور حسن، الإعلام أيها الحضور الكرام كلمة، كما أخبر شيخنا الجليل الإنسان يدخل الدين بكلمة يخرج من الدين بكلمة، العقود بكلمة، البيع والشراء بكلمة، كل أمور الحياة إنما تدار بكلمة. وخير الكلام الكلام اللين، وقال أهل العلم الكلام اللين يغلب كل شيء حتى الحق البين. الأعرابي البسيط ولا رجل أنت عارف من أبناء سيناء عارف لغة الإعلام وكيف يكون الرد وكيف يكون الخطاب. لما خطبه أحدهم وقال له يا أعرابي ها أنا أسبك وأشتمك، فقال يا هذا لا تغرق في سبا ودع للصلح موضعا، فإني أبيت مشاتمة الرجال صغيرا فلن أفعلها كبيرا، وإني لا أكافئ من عصى الله في بأكثر من أن أطيع الله فيه. شكرا. كلمة صغيرة يعني الأول بقول لحضرتك دكتور حسن بشكرك جدا. أنا بدين لك بالفضل بحاجات كتير قوي في حياتي، يعني مش بس أني أنتمي للصالون الكريم الراقي ده، وجودي في الإعلام وجودي معاك في المحور وجودي في حبيب الملايين برنامج محترم مادام بنتكلم على لسه الكلمة. لسه لسه على فكرة سامع باشا بيقول ان كان برنامج حلو قوي ما ترجعه حسن. هيحصل ان شاء الله ونعمل ده فندم، يبقى لينا الشرف طبعا. لان زي ما بنتكلم على ان الكلمه المحترمه هي اللي بتعيش، بلاقي الناس بتفضل تقول لي فين يا دينا حبيب الملايين كان برنامج محترم. الناس الشعب لازال بيحس بالمحترم وغير المحترم. معالي الوزير اسامه بيكل، يمكن ناس كتير ما تعرفش حضرتك يعني عن قرب، بتربطنا بيك صداقة أسرية. أخواتي الاثنين إعلاميات إيناس عبدالله وإيمان عبدالله وزوجتك أستاذة أمل، ناس كتير ما تعرفش أن حضرتك قد إيه علاقتك بربنا قوية، قد إيه أنت محترم، قد إيه صاحب أيدي بيضاء نظيفة. وده شرف لينا أنك تمسك مدينة الإنتاج عشان ترجع لينا تاني الفن المحترم. يعني زي ما قال هاني بيه على أن حضرتك قدرت تخلصنا من مديونيات عديدة. أنا بعتبر نفسي طبعا بنت التلفزيون من عمري 3 سنين وأنا بعمل دراما وبعمل إعلام، عايزة أرجع من خلال حضرتك الدراما المصرية المحترمة اللي ما نسمعش الكلمة المبتذلة، اللي ما نشوفش ملابس سعارية. وسمعت ده وشفته في الشارع من الجمهور اللي يعرفني فينك يا دينا على الشاشة، عايزين نرجع نشوف الأعمال المحترمة. ده اللي هيرجعه لينا المفروض حضرتك تاني، لأن بيجي مثلا رمضان مش شايفين حتى عمل كبير إنتاج كبير إسلامي مش موجود، لأن ده عايز الدولة عايز مدينة الإنتاج. بوجود حضرتك المحترم الشخصية المحترمة ترجع لينا ده تاني، وترجعني أنا واحدة من ضمن النجوم الفنانين من وأنا صغيرة اللي بعدني عن الوسط الفني الابتزال، وده أنا مش عايزاه. يعني عايزة أرجع أفرح تاني وأشوف الدراما المصرية بشكل محترم من خلال مدينة الإنتاج. بالنسبة للإعلام المصري طبعا إحنا عندنا مشكلة الموضوعية،
اللي احنا مش لاقيينها، الامانه والصدق في الكلمه زي ما قال مولانا الشيخ وزي ما قال دكتور حسن، ده مش هيبقى موجود غير لو في اعلاميين اصحاب سيره ذاتيه محترمه. لازم الرجوع للشخصيات اللي تطلع على الشاشه في اختيار محترم، اختيار معروف، دي ايه، هل دي متلونه، هل ده متلون، هل ده بيمشي على كل شكل، هل ده ليه اغراض، هل ده ماجور. لازم الاختيار الاعلاميين سواء بقى في البرامج السياسيه، في البرامج الاجتماعيه، اللبس المحترم يرجع تاني للشكل المحترم للاعلامي، لان ده احنا محتاجينه. الناس لازال عندها اخلاق ولا زال عندها دين، عندنا جذور فيها دين والناس محتاجه ده. لما هيرجع ده ويرجع الامانه والصدق واختيار اعلاميين بيتقوا الله في الكلمه وصدق، هيرجع الاعلام تاني للمشاهده. عايزين ده من حضرتك، انا عارفه المهمه ثقيله لكن حضرتك قدها، عملت طفره كبيره واللي جاي افضل من خلالك. شكرا يا دين. بشكر كل السادة الحضور اللي اتكلموا، وان كان كثير منهم على ما اعتقد ان ما حضرتش الجزء الاول، ولكن في اجتهاد شديد لانه العمل داخل المهنة غير اللي بيتفرج عليها وبيسمع كلام، وكلام كتير بيضايقنا، وكلام كتير يقولك اعلام فاسد واللي عمال يفتي واللي عمال يعمل كذا. لما تلاقوا حديقة مثمرة سهل انك تجمع فيها الثمار، ولما تلاقي فيه حقل مليان بالخضار سهل انك تجمع الخيار والطماطم. لما تلاقي ده مش موجود هتقدم ايه؟ هذا هو حال الاعلام والفن. سمعنا ام كلثوم دلوقتي، انا قعدت مع امال فهمي كان بتحكي لي ازاي كانت بتحضر نفسيها تتكلم مع ام كلثوم في باريس عشان العالم العربي يسمعها، وقالت لها اوعى تساليني على الاكل والشرب، الناس شايفاني حاجه كبيره فيها شيء من الالوهيه. احنا شفنا اجيال وشفنا حروب، ولكن تبدأ كارثة الفن والاعلام في مصر مع تحول مصر من دولة شيوعية او دولة شمولية الى دولة قطاع خاص. بعد تغيير انور السادات لهذا النظام ضاعت السينما المصرية، ضاع الفن المصري، وضاع الاعلام وتماسك لسنوات. الاعلام اللي حورب زي ما بنشوف حرب في سيناء او غيرها بمليارات، في حروب مليارات، انت لما تجيب كاس العالم دي مليارات عشان يشوفوك عشان تتفرج عليهم. انت بتواجه حرب منظمة ونحن متفرقون. وانا بحيي قنوات الخاصة اللي بدأت بدرعها وقومت وكفحت افات كثيرة وحافظت على وعي هذا الوطن. وحزين لسقوط مبنى مسبيرو اللي كان حضن وحصن لهذا الوطن. احنا سافرنا وحضرت الاوبرا وحضرت كبرى القنوات، رحت في سي ان ان وعملنا معايشة. في وقت من الاوقات كنا زيهم او اكثر، ولكن الحروب علينا شديدة واحنا ضد تقييد الحريات، ولا بطاقة ولا غير بطاقة، لكن نعمل وعي. احنا الجيل اللي اتربى على كلمة درسناها في كلية الاعلام، التابوه. التابوه ده المعتقد، ما تجيش ناحية ربنا ولا الجنس ولا اشياء كثيرة اتربينا عليها في الشرق الاوسط. زملاء لينا شفناهم رؤية العين جايين يكسروا ده، عاوزين الشواذ تحتل مساحة كبيرة على الشاشة. ده مش محتاج قانون، ده محتاج تربية، ده محتاج اخلاق، ده محتاج المدرسة والشارع والنادي اللي سقطوا يرجعوا تاني. هتلاقوا الاعلام بقى كويس. الاعلام هو اللي بيغطي وممكن بيكشف، ممكن بينشئ، ممكن بيديك حاجة. لكن زي ما كان فضيلة الشيخ بيقول، انا امبارح قلتها على الهواء، الاعلام هو الكلمة الطيبة، اصلها في الارض فرعها في السماء. احنا عاوزين الدولة كلها تتحد. الدولة دلوقتي ممثلة في هيئات بتقوي قنوات وبتطلع منشآت، لكن احنا عاوزين الوعي للشعب. الوعي مش تلفزيون، التلفزيون والصحافة المكتوبة في طريقها للانقراض، ده اللي احنا لازم نبدأ بيه. بعد 3 سنين العالم بيقولك مفيش صحافة مكتوبة، بعد 10 سنين كل واحد يبقى عنده تلفزيونه. عاوزين نرجع الضمير، خلص كلامي، مش عاوزين يعني كلام كتير قوي، والاعلام قدموا حاجة كويسة، احنا بندور على الوردة عشان نقدمها.
للإعلان على قناة المحور الفضائية. الحقيقة أنا قبل ما ابتدي أجاوب على أسئلة الحقيقة وأنا هحاول أن أنا أختصر في الإجابات قدر المستطاع، إنما الحقيقة في تحامل شديد جدا على الإعلام في مصر، وده مش عاجبني لأنه الإعلام ده جزء من القوة الناعمة للدولة المصرية، والقوة الناعمة دي ما بين إعلام وثقافة ورياضة وأزهر وكنيسة كل دي مقومات للدولة المصرية، ولازم نعترف إن إحنا عندنا في بعض الخلل اللي حصل في أوجه الحياة فيما يتعلق بالقوى الناعمة خلال السنوات الماضية. في اختلافات كتير في وجهات النظر، وأنا شايف أنه التنوع ليس عيبا بطبيعة الحال، ولكن أنه بستلهم كده روح حرب أكتوبر لما حصلت، أنه المجتمع المصري كله على اختلاف أمزجته وعلى اختلاف توجهاته إنما وقف وراء هدف واحد، وبالتالي ظهرت قوة الدولة المصرية في هذا التوقيت بشكل واضح. استتبعها بعد كده خطوات أخرى، والحقيقة إنه لما الدولة في حجم مصر 100 مليون بني آدم دول على المساحة دي، على التاريخ ده، على الجغرافيا دي، على القوة دي كلها، لما بتقف بتبان قوتها قدام العالم، وبالتالي نهضها ليس صعبا ولكنه يحتاج إلى إجراءات. فدي مقدمة أبتدي منها الكلام على الأسئلة اللي حضراتكم تفضلتم بها. وأنا هنا هقول بالنسبة للأستاذ خالد أن إحنا ليه ما يكونش عندنا استثمار في السوشيال ميديا. الحقيقة ما حدش منع حد أنه يستثمر في السوشيال ميديا، إنما الحقيقة لما بنيجي نستثمر في السوشيال ميديا بنعمل حاجة اسمها الكتائب الإلكترونية، واللي علمنا الموضوع ده كان الإخوان لما كانوا موجودين وابتدوا يعملوا كتائب. الهدف منها بكل أسف انك انت تضرب في قدرة الدولة، مش انك انت تصلح في الدولة بالمعنى المفهوم. ولما بنيجي نرد عليها بنرد بسذاجة للأسف، يعني لما بنيجي نعمل كتائب مضادة بنعمل كتائب ليها من السذاجة الحجم الكافي الحقيقة نقدر نتكلم فيه. الدكتور حسن أضاف على الأستاذ خالد انه بيقول العالم الافتراضي اللي بيعيش فيه أبنائنا، وفعلا هو كل واحد فينا في البيت بيعيش لوحده، محدش فينا يعني الموضوع ده كان صارخ قوي في سنة 2011 انه الاب والام قاعدين بيتفرجوا على المسلسل بتاع الساعة 7:15 اللي احنا واخدين عليه من الستينات، انما الحقيقة كان ابنهم جنبهم ماسك الموبايل بس بيعملوا صور، وبالتالي يعني الامور خدت بعد تاني خالص. واقدر اقول ان ده دور مهم جدا للسوشيال ميديا لازم نحطه في الاعتبار، انها اصبحت جزء من الآلة الاعلامية اللي موجودة نفسها. الإعلام التقليدي خلص، وزي ما بيقول أستاذ صبري غنيم إن الخبر بيفرض نفسه، وضرب مثل باليوم السابع وقال في كلامه كده جملة مهمة جدا، قال إنه الصحفي أصبح بيعمل في أكثر من صحيفة وأكثر من مؤسسة إعلامية والكلام ده كله. والحقيقة هو محق قوي في النقطة دي، لأنه برا القوانين بتمنع أن حضرتك تكون بتشتغل في مؤسسة صحفية فتروح تشتغل في مؤسسة صحفية أخرى، انما اللي عمل ده هو ضيق الحال اللي كان موجود، والخلل اللي موجود في الاعلام مش موجود من النهارده ولا امبارح ولا من بعد 2011. الخلل اللي موجود في الاعلام بدا من اكتر من 15-20 سنه، لانه الحقيقه انه حصل في تطور في وسائل الاعلام، والحقيقه انه ما كانش في تشريعات تواكب هذا التطور، وانه الحقيقه برضو ان طلع ادوات للنصب في مجال الاعلام وبالذات في مجال الصحافه يا استاذ صبري، وطلع عندنا ناس بتعمل انا بتكلم بصراحه على فكره وما عنديش يعني ما عنديش حدود في الردود، وطلع عندنا ناس بتنصب وتيجي تعمل جرايد ياجر شقه مفروشه ويجيب 5-6 معاه ويساومهم ما يدهمش فلوس وياخد منهم فلوس عشان يعمل لهم جواب التعيين في النقابه، ويروحوا يتعينوا في نقابه الصحفيين ويقول لهم مش هتاخدوا مرتبات هتاخدوا بدل التكنولوجيا اللي هو بياخدوه في نقابه الصحفيين، وده يبقى كفايه. فالصحفي يلاقي نفسه مش قادر فيبتدي يجري على برامج ويجري على ويجري بقى ورا بعضه كده عشان بالعربي يسترزق، وانا اسف ان انا اقول هذا اللفظ بس ده واقع. اللي مش شايف من الغربال يبقى اعمى، واللي مننا صحفيين قاعدين هنا شايفين الوضع كان سيء عامل ازاي ده في مجال الصحافة. انما انا قتلت حاجة مهمة جدا، فكرة الانتماء للمؤسسة، وهذا القتل في الانتماء موجود حتى هذه اللحظة. يعني احد الاندية اللي صادر دلوقتي طالع بيقول غير مبادئك وشجع نادي كذا،
يعني ده كلام الحقيقة يعني أنا رفضه جملة وتفصيلا، إنما للأسف إن أنا عملت ده. بالعكس ده أنا كمان عملت ده بطريقة أسوأ، إن أنا خليت إنه الإعلاميين الرياضيين، هنا لما حضرتك سألت يا أستاذ أيسر، إنه جريوا ورا المادة بشكل فظيع جدا. وأنا لازم أقول إن الإعلامي ده راجل قدوة في المجتمع، يعني أنت بتقتل القدوة في الشباب لما الشباب يشوفوك بتجري ورا الفلوس وتلهس بهذا الشكل وتشتم وتطلع وتعمل. كنا زمان بنقول حاجة اسمها الأخلاق الرياضية، إحنا دمرنا كل ده واستخدمنا الإعلام. الإعلام مجرد وسيلة، الإعلام مجرد وسيلة في هذه الحالة، إنما ضرب المبادئ كان بدأ من استخدام هذه الأمور، وابتدت قنوات تاخد ناس من مذيعين من قنوات والكلام ده. والحديث كان بيقول لا تخطب على خطبة أخيك، مش كده يا شيخ هاشم؟ مش كده؟ طيب تاني حاجة، انه دخلنا بقى في من يكتب الرأي في الصحيفة، لما الأستاذ صبري غنيم بيتكلم على انه الناس بقت بتهرب من الجرايد والكلام ده كله. هو مين اللي بيكتب الرأي النهاردة في الصحيفة؟ احنا من 30 سنة كنا بنقرأ في الأهرام لعمالقة من الكتاب والصحفيين، والحقيقة اللي ما فيش واحد منهم ممكن يتنسي، وكلهم كانوا قامات كبيرة جدا، وكان الناس بتروح تقف قدام الأهرام زي ما كانوا بيروحوا يقفوا قدام مسبيرو عشان يتفرجوا على القامات دي وهي داخلة وهي خارجة بس. إنما الحقيقة النهاردة أصبح الصحفي من بداية تعيينه بيكتب مقال، وبالتالي المقال ده المفروض إنه أعلى الفنون الصحفية خبرة، يعني بعد ما تكتسب خبرات 30 سنة مثلا تروح تكتب مقال، إنما مش معقول وإنت لسه متعين النهاردة إنك بتكتب مقال النهاردة، وبالتالي إنت فقدت كمان فكرة الحرفية في المسألة. وبالتالي الناس، يمكن مين مش عارف مين اللي قال إن في قرون استشعار، الدكتور إسماعيل اللي قال قرون استشعار، ما هو برضو الناس بتستشعر انه مين عنده خبرة ومين عنده قيمة بيكتبها ومين لا. هاجي بقى للثلاث اسئلة المهمة جدا اللي قالهم استاذنا الدكتور مفيد شهاب، وانا الحقيقة فخور ان هو موجود في مثل هذا الصالون، لانه الدكتور مفيد شهاب قيمة كبيرة جدا، وهو احد فرسان معركة طابة اللي مسجلة في التاريخ. والحقيقة كان في مجموعة من الفرسان اللي كانوا موجودين، وكان ليا شرف ان انا تعاملت معاهم وزرت طابة في وقت ما كانوا هم راحين في الاحتفال بذكرى طابة في هذا، ودي كانت ملحمة كبيرة جدا اعتقد ان احنا لازم ننقلها من جيل لاخر، لانه كان فيها ازاي لما المصريين بخبرات مختلفة يتعاونوا مع بعض يقدروا يحققوا هدف، وهدف مش سهل، هدف قدامك عدو فيه كان يعني بيتفنن في انه ازاي يأذيك ويقدر يضيع حقك. ازاي نوفق بين حرية الرأي والتعبير وبين الاعتبارات الامن القومي؟ الحقيقة دي مسألة، ده سؤال مهم جدا للدكتور مفيد شهاب. في لحظة معينة لما بيتنافى هذا الحق الكبير جدا في حرية الرأي والتعبير مع مقتضيات الامن القومي، انا بعتقد ان هنا الامر بيتوقف للحظة معينة، وده دستور على فكرة، ده الدستور هو اللي بيقول ده، مش احنا اللي بنقوله فقط، انه ممكن توقف هذا الحق لمرحلة معينة في هذا التوقيت. إنما أنا ضد التوسع في فكرة مفهوم الأمن القومي فيما يتعلق بهذه الأمور. ما هو أمن قومي بيبقى واضح، وما هو غير أمن قومي بيبقى واضح جدا، فالتوسع مش مطلوب في هذه المرحلة بشكل واضح، لأنه أنا محتاج برضو من مقتضيات الأمن القومي إن أنا أشوف الطرف الآخر، يعني محتاج إن أنا أشوف أكثر من رأي، لأنه ربما أن في رأي تاني بيتقال ينور لي جزء أنا ما كنتش شايفه إذا أنا التزمت بفكرة محددة أو طريق محدد. التشريعات الثلاثة اللي صدرت دي كافية ولا لأ؟ والحقيقة من وجهة نظري هي كافية النهاردة، يعني النهاردة هي كافية، إنما بعد سنة ما تبقاش كافية، دي نقطة. ليه؟ لأنه الإعلام بيتطور بشكل مذهل، فلازم التشريعات تتطور بشكل كبير. أنا عايز أقول لحضرتك يا دكتور مفيد وحضرتك سيد العارفين، بس يعني في ناس كتير ما تعرفش، آخر تشريع وضع منظما للإعلام المرئي والمسموع كان القانون 13 لسنة 1979، يعني كان عندنا القناة الأولى والتانية كانت بتيجي مشوشة كده لحد الساعة 12 بالليل، الإرسال كان بيقطع الساعة 12 بالليل. حصل بقى تطور في الفضائيات وزاد عدد الفضائيات بشكل كبير، وخرج دخلنا في سوق الانترنت، ودخلنا في المواقع الإلكترونية، ودخلنا في عالم مختلف تماما وعصر الأقمار الصناعية.
والحقيقة لم تفكر الدولة المصرية في أي توقيت من التوقيتات الماضية أنها تضع تشريع منظم لهذا الإعلام، وبالتالي حدثت فجوة كبيرة جدا اللي احنا كنا بنسميها في وقت ما كانت بتطلع أنها فوضى. اللي كان بيتقال في هذا التوقيت أن الإعلام بيمر بحالة فوضى. لما أقعد 40 سنة من غير تشريع لهذا الإعلام وأنا شايف الإعلام بيجري قدامي والدنيا بتجري قدامي وأعجز أن أنا أحط تشريع بهذا الشكل، فشيء طبيعي جدا أنه يبقى في خلل في هذا الموضوع. وآخر تشريع وضع للصحافة المكتوبة كان سنة 96، يعني من 22 سنة. وبالتالي كان هناك صعوبة بالغة في وضع هذه التشريعات الثلاثة. إنما أنا عايز أقول مسألة مهمة جدا، أنه التشريعات لوحدها لا تكفي. الأهم من التشريعات أن أنا الأول بقول هختار مين عشان يبقى هو اللي موجود في هذه الأماكن عشان يدير هذه المنظومة. دي مسألة مهمة جدا، وخاصة أنه وانا هنا بتكلم بصراحة شديدة جدا، دولة بحجم مصر لا يصح ولا يليق انه ما يكونش ليها استراتيجية او سياسة اعلامية واضحة ومحددة المعالم في الداخل والخارج، والخارج هنا اهم من الداخل. احنا في مرحلة ان الاعلام الخارجي بتاعي لازم يكون اقوى بكتير جدا مما نحن فيه، لان انا لو ما عنديش اعلام طالع يقول اللي عندي برا فانا دوري هيبقى على دور الدفاع فقط. والحقيقة ده اللي حاصل دلوقتي، ان احنا بندافع داخل حدودنا، انه اللي بيتقال بره بدافع عنه داخل الدولة المصرية، انما انا ما بطلعش بره اللي انا عاوز اقوله ولا بعبر عن رأيي السياسي اللي موجود ولا بقدر ان انا اقول انا محتاج ايه بالظبط ولا محدد هدفي من السياسة اللي المفروض تكون موجودة بره. ولازم اقول في ظل هذا الزمن اللي احنا بنعيش فيه لا ينفصل القرار السياسي عن ما يسمى بالقرار الاعلامي باي شكل من الاشكال، لانه عشان اطلع قرار سياسي لازم بعمله تغطية اعلامية ولازم اعمله دراسة اعلامية. هل هذا القرار يليق الان ولا لا يليق؟ هل انا مغطي الوضع اعلاميا ولا مش مغطي؟ الكلام ده كله محتاج ان احنا نضعه، ومحتاج نضع استراتيجية للدولة المصرية للاعلام بشكل واضح. هل هذه القوانين هتسهم في ايجاد نقلة نوعية في الصحافة والاعلام؟ اذا احسننا اختيار القيادات اللي هتطبق هذه القوانين هتسهم، انما اذا لم نحسن لن تسهم. وبالتالي دي مسألة واضحة جدا، انما هي في حد ذاتها المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام هو مجلس او احنا حطينا فيها غير حتى الحاجات اللي كانت جايه من الحكومة، احنا زودنا عليها كتير جدا. احنا غيرنا في قانون واحد منهم 101 مادة من 121 مادة جت من الحكومة. اللي جالنا من الحكومة ما كانش فيه بعد كل اللي احنا قاعدين نقوله ده ما كانش فيه حاجة عن الاعلام الالكتروني. يعني متصور ازاي نعمل قانون جديد ونطلعه للناس من غير ما يبقى فيه تنظيم للاعلام الالكتروني؟ فكان يجب ان احنا في اللجنة انا وزملائي نقعد نتكلم من جديد في الاعلام الالكتروني، ورحنا بعض المواقع ورحنا حتى اليوم السابع واستقبلنا بعض الناس في المجلس عشان نقدر ان احنا نستوعب هذه الفكرة بشكل او باخر. والقانون ده خد دراسة سنتين بالمناسبة، ثلاث قوانين دول. الدكتور مفيد برضو بيقول انا بخشى على فضائياتنا من التراجع، فمتى تستطيع فضائياتنا لعب دور للإشعاع للمنطقة؟ مثال أنا قلت يعني في وسط الكلام على هذا الموضوع. تراجع الصحافة الورقية من خلال أرقام التوزيع، هل سنصل لليوم الذي تختفي فيه الصحافة الورقية؟ هنصل. مش عشان إحنا وحشين ولا إحنا لا، إحنا مش عاملين حسابنا. إحنا غير بريطانيا مثلا على سبيل المثال، وده يمكن برد بيه على كلام الدكتور إسماعيل، إنه أنا في لندن مثلا وحدك قلت انك راجع من لندن، بتجد الناس في المترو ماسكه الكتاب لحد دلوقتي، مش الجرنان حتى، ماسكه الكتاب وبتقراه. جرايد موجوده في لندن بتوزع مجانا، احنا هنا كنا لسه عشان نغطي على الازمه بتاعتنا عايزين نغلي سعر الصحف، ده يخلص عليها، ده ينهيها تماما. ده انا المفروض دلوقتي ان انا ده انا اوزعها ببلاش، ده انا دلوقتي اوزعها ببلاش، انما انا اوصل بيها المرحله ان انا بغلي. طب ما انا بغلي، طب ما انا هفقد المستهلك. الراجل اللي بيشتري ده هيشتري الجرنان ب 3 جنيه و4 جنيه النهارده؟ اكيد مش هيشتري. تاني حاجة انا بجيب فيه ايه؟ بلاقي فيه ايه؟ المادة اللي بديها ايه؟ انا لسه لحد النهاردة بتكلم على انه الخبر هو اللاعب الرئيسي في الموضوع. الخبر انا بعرفه ساعة ما يحصل من السوشيال ميديا وبعرفه من المواقع الالكترونية، فانا مش محتاج تكتبه لي تاني يوم، خلاص انا عرفته. انت بقى تديني ما وراء الخبر، اديني التفاصيل اللي انا مش شايفها، اديني الرأي اللي انا مش عارف اوصل له عشان اقدر اخلي الجرنان يعلى في توزيعه ويبان اكتر. تاني حاجة انه لا يمكن في مهنة في الدنيا بدون محاسبة. يعني انا بجيب رئيس تحرير اذا لم يرفع مستوى التوزيع في الجرنان بتاعه وخلاص، انما انا حطتهم كلهم في يعني مكان واحد وبفرض عليهم نفس القواعد ونفس القيود، وبعدين بخاف
يعني لما يكون عندي جورنان فيه 300 صحفي ويوزع، على فكرة أنا بدي مثل حقيقي، ويوزع 70 نسخة، ما قفلوش ليه؟ ما حولوش لموقع إلكتروني ليه؟ ما وزعش 300 على إصدارات أخرى ليه؟ أنا لازم أفكر ولازم أشوف بطريقة تانية، لأنه إحنا فعلا ده إهدار للمال العام إذا كنا عاوزين نتكلم بشكل واضح. آخر شيء قاله الدكتور مفيد شهاب كان بيتكلم على أنه بيخشى من الفكر المتطرف أكتر ما بيخشى من العمليات الإرهابية. أنا معاك 100% دكتور مفيد، لأنه فعلا الفكر المتطرف أصبح بيلاقي بيئة خصبة جدا في هذا الموضوع. إزاي الحقيقة يا بلد الأزهر يبقى فيها هذا الفكر المتطرف؟ لأنه الحقيقة الأزهر لم يمارس الدور بالشكل الطبيعي، ولم يمكن كمان من أنه يمارس الدور بالشكل الطبيعي اللي لازم يمارسه، لأنه هو ليه دور برا مصر. شيخ الأزهر لما بيسافر برا مصر أنا بشوف استقبال ليه الحقيقة استقبال حافل جدا. يبدو أن الناس عارفة دور الأزهر وإحنا مش عارفينه. احنا لازم نمكن الازهر اللي بيحمل وسطية الاسلام، لازم نمكنه، ولازم برضو نبقى عندنا من الشجاعة ان اذا كان عندنا في مناهج التعليم حتى داخل الازهر اذا كان هناك ما يفهم خطأ على انه تطرف او دعوة للتطرف، ان تنقى هذه المناهج بشكل او باخر، بحيث ان احنا نقدر نقول ان الاسلام بتاعنا، نقدر ندافع عما يعني يشاع عننا حول الدين الاسلامي وغيره. انما الحقيقة دور الاعلام في هذا الامر هو دور بيأتي في مرحلة متأخرة بعد ما احنا نقدر نقول الخطاب الديني بتاعنا اللي هو ينبغي ان يكون خطابا متطورا يتناسب مع المرحلة اللي احنا فيها. وما ينفعش ابدا الاعلام بمنتهى الأمانة والوضوح أننا نركز على الشذوذ في هذا الموضوع أو في الخطاب الديني واجيبه باعتبار أنه هو ده اللي هيوزع وهيجيب، وزي يمكن ما قال خالد صلاح أنه هو ده اللي بيتحط بقى على السوشيال ميديا، وعلى قد اللايكات اللي بتيجي وعلى قد الشير اللي بيتعمل، ده بيعتبر نجاح للمذيع وده اللي بيجيب إعلانات أكتر. إحنا كده دمرنا الصناعة تدمير شامل. الأستاذ هاني عزيز والأستاذة دينا عبد الله اتكلموا هما الاثنين على فكرة انه الدراما الجيدة والبرامج الهادفة. الحقيقة انا كان عندي أزمة وانا هقول لكم عليها بصراحة شديدة جدا. انا لما دخلت مدينة الانتاج الاعلامي وجدت انه حوالي 90% من انتاجها خاسر. والمدينة الانتاج الاعلامي مش دولة زي ما انت قلتي، هي مدينة، هي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام مناطق الحر، ما بناخدش حاجة من الدولة. مساهم فيها بعض البنوك ومؤسسات من الدولة، مساهم فيها، بس في النهاية انا باعتباري هناك رئيس مجلس الادارة، فانا شغلتي ان نكسب. فلما لقينا هذا الموضوع بهذه الخسائر ووجدنا في هذا الموضوع كان في شبهة فساد كبيرة جدا، وقفنا عند هذا الموضوع. ايه معوقات العمل الدرامي في مصر بشكل واضح؟ رقم واحد انه لا يوجد ما يسمى بالسيناريو الجيد القابل لانه يكون فيه القيم والحاجات اللي احنا بنتكلم عليها والكلام الجيد ده. والشيء الثاني المبالغة الرهيبة جدا في اجور الفنانين لدرجة لا يعني يتصورها احد، لانه الحقيقة لما يطلع لي ممثل لوحده عايز ياخد 40 مليون جنيه في مسلسل واحد، وما الناس تكسب ازاي؟ بنقفل الشغلانة دي ونقتل. ايه اللي حصل بعد كده؟ انه الحقيقة انه المجتمع هويته اتغيرت، المجتمع اصبحت العشوائية فيه هي اللي سائدة. فما باجي اتكلم مع منتجين ممكن يخشوا معانا شراكه اقول لك والله اصل انا بعمل ده، بجيب فلان الفلاني اصل السوق بيحب كده، هل ممكن ان احنا نطلع فيلم او مسلسل يكون فيه كل حاجه العيال المضافاير واللي ماسكين سنج وبيتخانقوا في الشوارع؟ دي الاخلاقيات اللي احنا بنقولها المجتمع المصري. يا جماعه تركيا عملت طفره سياحيه بسبب الدراما التركيه، وبالتالي انا لازم اغير هذا المفهوم. فما لم يكن هناك فكر جمعي لهذا الامر يبقى الموضوع مش هينفع بشكل واضح جدا. الأستاذة أمل الحناوي برضو بتتكلم على أنه إزاي يكون هناك إعلام منضبط في إطار سوشيال ميديا مشوهة والإعلام سلعة أم خدمة. الحقيقة هو الإعلام حاجتين، الإعلام صناعة أو سياسة واقتصاد وكل شيء، بس هي صناعة لها مدخلات ولها مخرجات. فأنا النهاردة عشان أعمل ده أنا بعمل بفتح قناة ليه؟ وأنا بفتح قناة عشان حاجة من ثلاثة، يا إما أنا راجل بعمل مؤسسة استثمارية بكسب منها، فده ما ده هدف. الشيء الثاني ان انا اكون رجل اعمال بحقق نفوذ لنفسي بهذه القناة، انما ما يمنعش ان اكسب برضه. والحاجة الثالثة ان انا اكون بأمن مصالحي بشكل او باخر. في ظل عدم وجود ضوابط لهذه الصناعة بشكل عام، فكل واحد يعمل اللي هو عاوزه
ما اقدرش الوم حد انه فتح قناه وما اقدرش ما الومش حد، انما في بايونيرز اشتغلوا في الاول. يعني عندي كانت قناه دريم، عندي قناه المحور، وتالي اول رخصتين اتعملوا كانت دريم والمحور اللي اتعملوا في اول الصناعه اللي هي الفضائيات الخاصه ما طلعت بشكل واضح جدا. الاستاذه ماء عثمان ودي بنت مسبيرو، لازم اشير هنا فكره مهمه جدا، لان الاستاذ طارق علام بيقول ان مسبيرو وقع. هو الحقيقه مسبيرو نايم شويه، انا مش هيقع. ليه بقى مسبيرو هيقع؟ اقول لك ليه، لانه مسبيرو الحقيقه تم تجريفه عمدا، لانه انا فقدت فيه فكره ان الاعلام مهنه ابداعيه. يعني الاعلامي ده لازم يروح يلاقي مكان ملائم ليه ويقدر يتكلم فيه بشكل واضح. انما احنا في فتره من الفترات، وانا لا اعيب في احد على الاطلاق مع كامل الاحترام للكل، انما حولت مبنى مسبيرو الى مجمع التحرير، بقيت باجي كل 30 مايو في عيد الاعلاميين، عاوز اجيب رئيس الجمهوريه عشان يبان ان احنا عملنا نشاط جديد، فنجيبه يفتح لنا قناه من القنوات. ادي 2000 3000 واحد اتعينوا، دوس يا جدع على الزرار، بقى عندنا تخمه في المبنى. وصلت لايام ما كنت انا موجود كانوا 43 الف واحد، النهارده انخفض هذا العدد لحوالي 34 35 الف، انما لازم ينخفض هذا العدد بشكل كبير. معظم او 90% من اللي موجودين في التلفزيون هم موظفين، وبالتالي هذا العبء الوظيفي الضخم جدا بيستهلك مليارات. المليارات اللي بتتقال دي، هذه المليارات اللي بتتقال اللي بتتصرف دي كلها اصلها كان 7-8 مليار، والسبعة 8 مليار كمان ما احناش عارفين هم راحوا فين، لانه بيتقال ان المدينه هي السبب في انه يتقال ان المدينه التلفزيون دخل فيها بحصه في الارض، ما دخلش بفلوس، عشان بس الكلام يبقى واضح للناس اللي مش فاهم. التلفزيون اتحاد الاذاعه والتلفزيون دخل في مدينه الانتاج الاعلامي بحصه من الارض، فما دخلش بفلوس سايله، ما دخلش باموال سايله، ودخل معاه بقى مساهمين بنك مصر والبنك الاهلي والمقاولين العرب بنت، ويعني كان في قصه طويله جدا من هذا الموضوع. انما المهم انه السبعة 8 مليار دول كل سنه بيتراكموا، دول بنك الاستثمار القومي بيتراكموا، كان لما كنت انا موجود كانوا 13.4 مليار. النهارده احنا بنتكلم في ديون على اتحاد الاذاعه والتلفزيون لبنك الاستثمار القومي 36 مليار جنيه. احنا بنتكلم في ارقام مخيفه، اذا ما وجدنا لهاش الحلول النهارده مش هينفع تتحل بعد كده، وبالتالي لازم يكون عندنا رؤيه تانية للاعلام المملوك للدوله، الاعلام الرسمي للدوله. والاعلام الرسمي للدوله انا قصدي اعلام الدوله مش اعلام النظام، تفرق كتير جدا عن بعضها لبعض. الدخلاء على مهنة الإعلام ولاعب الكرة كيف يسمى إعلامي؟ لا، ده في رقصات كمان دخلوا في المهنة، وحضرتك عارفة ان هم دخلوا في الموضوع، وانا أأمل انه نقابة الإعلاميين تضع يعني من القواعد اللي يخلي هذا الامر يقف عند حد معين، لانه الحقيقة الموضوع كان ساجد. انا ما اقدرش امنع حد انه يطلع في الإعلام، وما اقدرش اقول لحد ما تشتغلش في الإعلام، انما انا الوم على المؤسسة نفسها، لانه ده جزء من التشريعات اللي طالعة جديد ان احنا بنعمل. فيش قناة طلعت لها حاجة اسمها ستايل بوك او يعني سياسة تحريرية، الحقيقة فيش حد عمل ده خالص في القنوات اللي طلعت. احنا بنلزم القنوات اللي طالعة جديد انها لازم تعمل في ده في القانون الجديد، انها لازم تعمل سياسة تحريرية وسياسة تحريرية معلنة. الوحيد اللي عنده هذه الاكواد الاعلامية هو التلفزيون المصري من يوم نشأته من الستينات، الوحيد اللي عنده كود لللبس، عنده كود للالفاظ، عنده كود للوزن، انما هذه الاكواد انتهكت في الفترة اللي هي من مش من 2011 للأسف، من قبل 2011، انما هي زادت واتكشفت قوي بعد 2011. الاستاذ ايسر بيتكلم على خطورة كيكة الاعلانات اللي بتتكلمي عليه. هو تورتة الاعلانات دي طبيعي ان يكون في منافسة وبنتخانق على السوق عشان كل واحد ياخد الحصة بتاعته، عشان انا مش فاتح المشروع لوجه الله، احنا فاتحينه عشان نكسب. فالحقيقة انه تورتة الاعلانات دي كانت موجودة. عايز اقولك انه ده جزء من مشكلة مسبيرو، انه لسنة 2011 كان في يعني وكالة اسمها صوت القاهرة، هذه الوكالة كانت بتاخد حوالي 60-70% من تورتة الاعلانات الموجودة في الدولة المصرية. كانت تورتة الاعلانات كلها على بعضها كده حوالي 650-700 مليون جنيه. النهاردة احنا بنتكلم في 2.5 مليار، ال 2.5 مليار رقم قليل جدا بالنسبة لده، انما انا شايفه انه مناسب للحالة الاقتصادية اللي موجود فيها الشركات اللي هي هتدفع الاعلانات. انما لازم يبقى عندنا فكر انه زي ما الاستاذ عمر قال من شويه، انه انا بعمل اعلان عشان اروج منتجي، بس الحقيقه
ده حطوه كده على جنب مع جملة انه الناس بطلت تتفرج. ما انا عشان اروح اعلن لازم اعلن في مكان يكون متشاف عشان اعرف اجيب ده. اللي احنا لاحظناه في الفترة اللي فاتت انه هذه الاعلانات ابتدت تنتقل الى الاعلام الالكتروني. ولو لاحظته في رمضان اللي فات كان احنا اللي بنغلط في ده ان احنا بندي مساحات اعلانية كبيرة وبنحرق اعلانات على بعض، فالمسلسل يبقى مدته 25-30 دقيقة نقعد ساعتين نعتل فيه عشان في الاخر، فالناس بتروح تتفرج عليه على اليوتيوب. الناس ابتدت تروح تعلن على اليوتيوب وده كل كتير جدا من السوق، وده احنا منظمينه في القوانين الجديدة. الاستاذ ايسر بيتكلم على خطورة الدراما والمنصات الاعلامية بتذيع محتوى خطير جدا 100%. حضرتك بتتكلم صح وانا اتكلمت على الموضوع دلوقتي. للأسف انه هذا الامر مهم يعني مهزلة بكل المقاييس. الاعلام الرياضي وكل واحد بيشتم في الاخر، احنا جبنا سيرة هذا الكلام والاستاذ دكتور محمد ابو هاشم اتكلم على الاصلاح وانا بدأت الاية دي، يعني مستوحاة من الكلام اللي قاله فضيلة الدكتور ابو هاشم. الاستاذ عمر فتحي بيتكلم، احنا ردينا في وسط الكلام على المسألة ولازم يكون في سياسة اعلامية واضحة للدولة 100%، مفيش كلام. الدكتور اسماعيل عبد الجليل، الدكتور اسماعيل عبد الجليل رجل من الناس اللي هم العلماء اللي ليهم باع طويل، وهو كان عميد معهد الصحراء، مش كده يا دكتور اسماعيل؟ مش تعرف انا متابعك يعني مش انما هو دخل فينا شمال باعتبار احنا بنوجد مبرر بالتعليم. الحقيقة لا، احنا ما قلناش كده خالص، انما جزء من المشكلة وانا بقول ده مش مبرر للمشكلة، انما جزء من المشكلة وليس جزءا بسيطا، انه الحالة التعليمية في مصر حالة سيئة، والحالة السيئة دي بتخلي المجتمع ليس على قلب رجل واحد، بمعنى انه اصبح عندك في تعليم دولي، هذا التعليم الدولي بيروح له القادرين جدا، القادرين جدا دول ليهم قيم واخلاقيات منفصلة، وغير القادرين بيروحوا، ودول الأغلبية بيروحوا أماكن تانية ما يسمى عندنا بالتعليم المجاني، أو اللي احنا بنضحك فيه على بعض ونقول ان احنا عندنا تعليم مجاني، احنا ما عندناش تعليم مجاني خلاص. وجزء بقى الوسطي اللي بيروح بقى المدارس اللغات أو المدارس التجريبية، ودول مسألة تانية خالص اللي هم جيل الوسط اللي هم دلوقتي حتى بيحاولوا يلغوا المدارس التجريبية، ما علينا من المسألة خالص، هي مش حاجة للتفارخ والتفاخر والكلام ده كله، انما قيم المجتمع بتتربى في المدرسة، قيم المجتمع الاصيلة بتتربى في المدرسة. الكلام ده كان شغال معانا لحد السبعينات ويمكن اوائل الثمانينات، بعد كده الامور اتغيرت بشكل كبير جدا. انما انا معاك تماما في انه انا محتاج ان انا اشوف اكتر من رأي، لانه انا شخصيا وانا في راجل في شركة مثلا في مؤسسة صغيرة، انما انا محتاج ان انا اشوف رأيي واثنين وثلاثة واسمع من واحد واثنين وثلاثة، لانه ربما اللي بيقول لي اول جملة ده بيضللني، وبالتالي انا محتاج دايما، والقائد الناجح دايما يفتح اكتر من شباك، كل ما تقدر تفتح شبابيك افتحها، لان ده لمصلحة متخذ القرار نفسه. الاعلام و30 يونيو لا، الاعلام هنا بقى انا ممكن اقول في الاعلام ما قال مالك في الخمر، انما هاجي عند 30 يونيو واقول ان الاعلام المصري لعب دورا مهما وحيويا جدا في 30 يونيو في ظل وجود الاخوان في الحكم، وكان من الشجاعة، رغم ان انا علي مآخذ كتير جدا على الاعلام في الفترات اللي قبل كده واللي بعد كده، انما في 30 يونيو الاعلام المصري لعب دورا كبيرا جدا في هذا الامر. وانا عايز اقول بقى هنا حاجة مهمة جدا، انه اللي بيحصل اتمنى ان يكون مرحلة من المراحل وليس نهاية المراحل. ليه؟ لانه مصر يا جماعة 100 مليون نسمة، المئة مليون نسمة ده يعني تلت العالم العربي. لازم اقول ان الاعلام الخاص في مصر بكل مميزاته وبكل عيوبه انما مكننا من ان احنا او يعني خلى الناس ما تشوفش الجزيرة والقنوات المغرضة. لما انا ابتدي اعمل انكماش في الاعلام بتاعتي او مساحة الاعلام بتاعتي، فده معناه ان بفضي مساحات لاعلام اخر بالتأكيد هو ليس معي، بالتأكيد هو ليس معي، فبعمل مساحة لإعلام آخر بفضها له عشان ياخدها على الجاهز عشان يعملها، وبالتالي احنا محتاجين نعيد النظر
دايما واحنا بناخد قرارات لازم كل شوية نعيد النظر في القرارات اللي احنا بناخدها هي صح ولا غلط وتقييمها شكله ايه عشان نبتدي نصلح الوضع اللي موجود. الشائعات بتواجه بشائعات لانه تداول المعلومات احنا فاطلنا للمسألة دي في قانون الاعلام اللي طالع في المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بالتحديد، وقلنا على مسألة تداول المعلومات بشكل واضح لانه ده انا بعتقد انه يعني شيء مهم جدا انك انت لازم تواجه هذا الموضوع. احنا قبل العيد الصغير وجهنا بثلاث شائعات على بال ما جينا ان فيهم كان العيد عدى وبعديهم شوية كمان، فبالتالي كان النفي فيه ملوش صدى فما كانش مهم جدا، وكانت شائعات قوية. يعني اللي بيخرج هذه الشائعات مش اهبل، ده مختار التوقيت صح وعارف بيعمل ايه كويس جدا. وعلى فكرة الشائعات اصبحت فن من الفنون، يعني ما تفتكروش الموضوع ببساطة كده، ده انا بختار التوقيت المناسب للشائعة وبختار حاجة تكون صح. من في انواع كتير للشائعات مفيش مجال لذكرها دلوقتي، انما مهم جدا ان الشائعات دي بتنمو وسط غياب المعلومة الحقيقية. وعلى فكرة احنا بني ادمين، كل اللي بيميزنا عن سائر المخلوقات ان احنا عندنا رغبة في ان نعلم، والاعلام انك تعلمني، فاذا لم تعلمني فهيبقى عندي حاجة للمعلومة، اذا انت ما قلتليش هاخدها من غيرك، وبالتالي انا لازم اكون بفكر بشكل مختلف، لانه انا لما بيتزيد عندي لما بيكون في حادث ما وليكن حادث قطار، وحادث القطار ده انا ما جاليش عليه معلومات في توقيته وبسرعة، اي حد هيقولك اي حاجة هتصدقها لان انت رغبتك في المعلومة اكبر بكتير جدا من انه حد جاء. على بال بقى ما تيجي تقعد تصلح الكلام اللي بيتقال ده هياخد منك مجهود ووقت كبير جدا. الاعلام البيئي والحقيقة انه صح انت بتتكلم مظبوط، لان الصحافة المتخصصة صحافة مهمة جدا يجب ان تؤخذ في الاعتبار، انه لم يعد هناك الصحفي الكشكول اللي بيشتغل في كل حاجة، الصحافة الان اصبحت صحافة متخصصة والاعلام الان يذهب الى التخصص بشكل كبير جدا. دكتور عادل يماني قال خطبة انا مش هقدر اعلق عليها بالمرة. القوانين عندنا في مرحلة انتقالية لتغيير الهيئات، هيئتين الوطنيتين والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، المدة الاولى اللي تخلص خلال شهر اللي هي 28 سبتمبر اللي جاي، لان القانون صدر وبدأ تنفيذه 28 يوليو اغسطس انا اسف، هيبقى خلال شهر هيبقى جميع الهيئات المعنية بالترشيح هتكون رشحت، اذا لم ترشح بينوب عنها مجلس النواب في الترشيح، بيطلع بعد كده القرار الجمهوري بالاسماء اللي المفروض هي هتتولى هذه الهيئات. من دلوقتي وطالع هيبقى في ترقب لتغييرات في المؤسسات الصحفية، هيبقى في ترقب في تغييرات في بعض الوزارات، ده خاص بإعلام الدولة، الإعلام اللي هو الصحف القومية، الإعلام الرسمي للدولة، الحاجات دي كلها. الإعلام الخاص له نظام مختلف هو بيتعامل بيه ويخطر بيه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. الأستاذ طارق علام لما خلص في الآخر وبيتكلم على حكاية الضمير، الحقيقة الضمير هو الغائب في العملية الإعلامية بشكل واضح جدا، لأنه لو غاب الضمير عن الإعلامي أو عن الصحفي بيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا. أنا يعني في فترة ما توليت رئيس تحرير الوفد في فترة كانت برضو في 2011 حصل لي موقف سخيف جدا هختم بيه كلامي، والحقيقة ما خلانيش أنام لأيام طويلة جدا، لأنه جالي راجل محترم كده وشكله وقور جدا، وجالي بيشتكي من نص صفحة مكتوبة عليه في الجورنان، وانا طبعا كرئيس تحرير مش هقرا كل ما انا بشوف العناوين بشوف الكلام ده، انما رؤساء الاقسام بيقروا الموضوع، يعني كل واحد في تخصصه، والمفروض ان احنا يعني بنراجع، دي قواعد وابجديات في العمل الصحفي، احنا بنراجع المستندات اللي موجودة، اذا كنت بتوجه اتهام لحد لازم تشوف اكتر من اتجاه عشان يبقى الموضوع متجه. المهم جيت لقيت هذا الرجل اللي شكله محترم وجي وقعد بيتكلم بيشكو من هذا الموضوع المكتوب عليه، والحقيقة كان فيه تشويه كبير جدا ليه، وهذا الرجل الكبير اللي شكله محترم بكى امامي، والحقيقة دي وجعتني جدا. لما جبت الاخ اللي عمل الموضوع وجدت انه فيه نوع من انواع اللي هو المبالغة في الامور، وانه فيه نوع من التحدي، وانه مش غلطان، وانه يعني فطبعا لا هو غلطان ونص، وكان الموضوع ما يستدعيش كل هذا الكلام، لانه ما لديك من اتهامات معاك يمكن مستند واحد، انما كل الاتهامات الباقية معاكش مستندات ليها. فالحقيقة يعني كتبنا اعتذار للرجل، وانا حطيت نفسي مكانه كده، انه الرجل هو بيقول لي انا بعرفش ارفع راسي دلوقتي في وش مراتي وولادي انا اقول لهم ايه. الحقيقة حسيت انه
النقطة الصغيرة الفاصلة دي بين انك انت بتعمل شغلك بالشكل المظبوط وبين انك انت يغيب ضميرك لسنة وياخدك الغرور الصحفي في هذا التوقيت انه ممكن يكون قاتل بشكل رهيب جدا. والحقيقة دي انا من الحاجات اللي انا وجعتني جدا في عمل الصحفي وتعبتني جدا في هذا الموضوع. فاحنا محتاجين عشان نتكلم بصراحة اعادة صياغة للمناخ الصحفي والاعلامي بشكل كبير. محتاجين يبقى عودة تاني للمبادئ والمهنية هي اللي هتحكم هذا الموضوع. لو طبقنا المعايير المهنية هينتهي كل مظاهر الفوضى اللي موجودة. انا اخر كلامي بشكر الدكتور حسن راتب وبشكر حضراتكم واسف للاطالة لانه انا الحقيقة استمتعت جدا النهاردة. شكرا جدا. الحقيقة يعني وجبة دسمة وأنا كنت شايف الحقيقة الموضوع يستاهل أكتر من صالون. موضوع يستاهل بس هل هنلاقي كاليبرز على مستوى الأستاذ أسامة هيكل يجي يعني يتناول موضوع من الجوانب دي والدماثة دي حينما نتكلم عن الإعلام حينما نتكلم مع الآخر نتكلم بلغته في محفله. يا ما ناس بتتكلم على الخارج وإحنا عندنا هنا زي نوافير المية اللي بتطلع نفس المية وانت متخيل ان المية بتتدفق لكن هو نفس شوية المية عمالين بيطلعوا ويرجعوا تاني. حينما نخاطب الاخر لابد ان نخاطبه وده اللي انا استفدته النهاردة من كلام الاستاذ اسامة هيكل. حينما نخاطب الاخر لابد ان نخاطبه في محفله وبلغته خلاص. وبعدين داس وشاف وحط حلول كتيرة لمشاكل كتير عايشينها جاوب على كل يعني الاستفسارات والأسئلة. أنا بأسجل باسم صالون المحور شكري وتقديري واحترامي لحضرتك ولكل الحضور. ودائما من الحاجات الشخصيات بس الفزة والكاليبرز الكبيرة بنديها قلادة اسمها قلادة جامعة سينا ودي قلادة لا تمنح إلا للملوك والرؤساء وما شابه ذلك. هذه هي فأنا اسمح لي أن أنا يعني أهديك هذه القلادة